أهلا بكم مشاهدينا الكرام وطلابنا الأحبة في الجلسة الثانية لهذا اليوم الخاصة بطلاب شهادة التعليم الأساسي والتي نخصصها لمواد العلوم والفيزياء والكيمياء. طبعا بصيرني رحب بضيوفنا الأساتذة الأستاذة هديل سعود، حضرتك مدرسة علوم في تربية دمشق. أهلا وسهلا يسعد فيك، صباحك أنسي هديل، يسعد وأهلا وسهلا صباحك. فيك. الترحيب أيضا موصول بالأستاذة أماني الحلاق، حضرتك مدرسة فيزياء وكيمياء من تربية دمشق، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا أستاذة أيضا هديل. ترحيب موصول بالأستاذ حسام محمود، حضرتك مدرس فيزياء وكيمياء أيضا من تربية دمشق. أهلا يسعد وسهلا، صباحك. بدي صباحك. نوه مشاهدينا وطلابنا الأحبة أنه بإمكانكم أن تتابعونا عبر صفحة الفضائية التربوية السورية، الصفحة الرسمية، على البث المباشر. من خلال التعليقات يمكن أن نجيب على الأسئلة والتساؤلات التي تتعلق بمواد العلوم العامة. أيضا يمكن أن نتواصل مع بعضنا البعض عبر الاتصالات على الأرقام أو عبر الأرقام التي تظهر الآن على الشريط التفاعلي بأسفل الشاشة، ويمكن أن نتبادل كل هذه التجارب مع ضيوفنا والخبرات من أجل تقديم الفائدة، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تسبق الامتحان بأيام قليلة، من أجل الإجابة على كل التساؤلات. إذن أذكر بأنه يمكن التواصل على صفحة الفيسبوك والتي بدأ بث الندوة الآن، وبصراحة بدأت التعليقات منذ هذه اللحظة، والأسئلة سنجيب عليها تباعا طلابنا الأعزاء. نحن نبدأ من عندك أستاذي هديل. اليوم نحن بأيام قليلة تسبق الامتحان، ماذا يطلب من الطالب في شهادة التعليم الأساسي اليوم حتى يعني يطرد القلق، يطرد التوتر، يتخلص من قلق الامتحان، ليكون هو بأتم الاستعداد في الامتحانات وليدخل الامتحان بكل قوة وثقة؟ تمام. هلا بالنسبة لطلابنا الأعزاء، نحن بننصحهم دائما يبتعدوا هلا قدر الإمكان عن التوقعات، عن المكثفات. بتلاقي هلا وسائل التواصل الاجتماعي وأغرب شيء الفيسبوك، إنه مثلا في عندي نماذج كثيرة، في عندي توقعات، في عندي مكثفات. هو المفروض هلا الطالب يبتعد قدر الإمكان. طبعا نحن هي لنا فترة معينة، طالبنا خلص المنهاج، هلا عم يحاول إعادة سريعة لمنهاجه بشكل عام. فنحن دائما بنقول بإنه أهم شيء ثقته بنفسه، وانه هو طبعا ركز منهاجه ومعلوماته، فالمفروض يبتعد دائما عن تمام التوقعات وعن اي مصادر للتوتر والمشتتات. والقلق تماما والمشتتات. استاذي اماني، يعني اليوم بالنسبه لدراسه الماده العلميه لطلابنا بالصف التاسع الاساسي، شو المطلوب منه لحتى يركزوا ويثبتوا المعلومات؟ تمام. هلا نحن بالنسبة لمادتنا مشتركة مع العلوم، نعم فعنا قسم مادة حفظي والقسم اللي هو مادتنا الفيزياء تماما والكيمياء، اللي بتعتمد على المهارة خلال السنة. الصراحة يعني قد ما كان مشتغل الطالب من بداية السنة لوقت الامتحان، هذا الشيء رح يلاقي نتيجته كتير إيجابية، لأنه طريقة دراسته للدرس وحله للمسائل والتمارين اللي كانت متعلقة بكل درس موجودة خلال السنة، مع شوية مراجعة بسيطة، هي المعلومات ما بتضيع منه، تماما مو مثل مادة العلوم الحفظية بشكل تماما دقيق بتعتمد على إعادة وتكرار للمعلومات. فهي مهارة الحسابات، التحويلات، حفظ القوانين، هاي الطالب بيلاقي النتيجة كلها بآخر السنة إن شاء الله، وحتى طريقة نعم. المراجعة بتكون سهلة طيب وبسيطة. أستاذ حسام، كتار يعني بيقولوا سواء كانت مادة حفظية ولا علمية، يعني ضمن العلوم العامة، إنه بيتعرضوا للنسيان. هذا النسيان هل هو اليوم فينا نعتبره هو مؤشر سلبي أم إيجابي برأيك للطلاب اللي عم تنساه؟ من ناحية النسيان أهم شيء يكون عنده تركيز وتنظيم لدراسته، يعني مثل ما ذكرت زميلتي إنه في عندي قسم نظري وقسم عملي، بحاول نظم أنا هالمواضيع، النظري لحال، القوانين، تحويلاتهم، وبعدين شوية تدريب على حل الأسئلة والنماذج الامتحانية دورات سابقة. نعم، أنا بس بدي نوه للطلاب اللي عم يتابعونا، التعليقات عم تجي ما زالت لأسئلة تتعلق بالصف الثالث الثانوي العلمي لمادة العلوم والفيزياء والكيمياء، ولكن بدي نوه انه نحن الآن بالمادة هي موجهة للصف التاسع الأساسي. إذا في هذه الجلسة الأولوية، مشان ما يزعلوا طلابنا اللي عم يعلقوا، ولكن الأولوية هي للصف التاسع الأساسي. هلا في عندي، رح بلش من هون، رح افترض انه هذا السؤال هو للصف التاسع. بالنسبة ل درس النباتات، زهور النرجس، النباتات، هذا القسم كثير من الطلاب أنسي هديل عم يسألون عنه كونه هو بآخر الكتاب.
يعني ما له هو ما عليه. ليش الطلاب اليوم حاطين عليه اشاره استفهام كبيره لدرس التكاثر عنده النباتات يعني مغلفات وعريانات البذور؟ هلا السنه في ظروف استثنائيه مثلا مثل الزلازل اللي اصابت بلدنا، فطلعت اشاعات كثيره وتداولت انه ممكن يصير انه في حذف اخر مثلا وحده بالكتاب. ما صدر اي شيء، الكتاب نحن مطالبين فيه بكل شيء من اول الكتاب لاخر الكتاب، نبتعد قدر الامكان عن الاشاعات، يعني لانه في شيء رسمي كان طلع. فنحن وحده نباتات هلا عم تنظر للطلاب انه هي ممكن تكون محذوفه، طبعا علما انه درس التلوث اخر درس اجى منه السنه الماضيه تعليل كان عليه 10 علامات، فما في شيء حذف. وحده نباتات طبعا بيجي منها وهي هامه هي الوحده ومتممه الوحده هي لكتاب البكالوريا، يعني في عندي دروس ضخمه بكتاب البكالوريا عن النباتات. ف يعني بيجي من كل الكتاب. تماما. ناخذ اتصال من حيدر من دمشق وبعدين نرجع لسؤال عن انواع التفاعلات. صباح الخير حيدر. اهلا صباح الخير. يا اهلا وسهلا، كيف الهمه؟ كيف الدراسه يا حيدر؟ الحمد لله. تفضل عم نسمعك. بدي نموذج اسئله العلوم. نموذج اسئله العلوم. وبيجينا الرسم بالعلوم، نرسم نحن الرسمه. ايه شو رايك عنسي هديل؟ كيفك يا حيدر؟ الحمد لله. كيف دراستك؟ تمام؟ الحمد لله تمام. هلا بالنسبه للنموذج الامتحان تابع معي، بالنسبه للسؤال الاول بيجيكم اختيار الاجابه الصحيحه 6 بنود اختيار من متعدد عليهم 60 علامه، يعني ممكن يكون اختيار الاجابه الصحيحه عباره عن مواقع او وظائف او مصطلحات علميه، او ممكن يكون شكل تخطيطي او خط بياني، يعني والاجابات طبعا بتكون هي 4 وواضحين نحن بدنا نختار الاجابه الادق. بالنسبة للسؤال الثاني عليه 20 علامة بيتضمن 3 أقسام، في عندي القسم الأول هو الرسمي، طبعا وقد ذكر بالنموذج أنه الرسمي ممكن تكون مرسومة وممكن تكون أسئلة حول مكونات الرسمي أو رسمي أنه يرسمها الطالب. فطبعا الرسمة اللي بدنا نرسمها نحن مو ضروري انه تكون نسخة طبق الاصل عن الرسمة اللي بالكتاب، انه تكون قريبة يعني منا تماما حسب فهمكم لها وتكون مكوناتها واضحة. يعني هلا مثلا عندي انا بنية الفقرة، في عندي الكلية، رسمتها كتير سهلة يعني وما بدها اي جهد او تعب. القسم الثاني من ثانيا يعني بيجيك اذكر وظيفة واحدة او حدد موقع او ماذا ينتج. في عندي ثالثا التفاسير، التفاسير في عندكم 5 تفاسير تختاروا 4 منها عليهم 40 علامة. في عندي رابعا أجب عن الأسئلة الآتية، طبعا كمان عبارة عن قسمين، القسم الأول عبارة عن مخطط أو خارطة مفاهيم أو خط بياني، مثلا في عندكم خط بياني عن تعظم غضاريف النمو، في عندي خط بياني عن عمل هرمون الأنسولين والجلوكاكون بأسئلة الدرس، هدول هن اسمهم خطوط بيانية. في عندي القسم الثاني من رابعا رتب بدقة. فهلا هون بدنا ننتبه نحن بالنسبة للترتيبات، طبعا إذا بدهم مع شرح بينذكر بأسئلة الطالب، وإذا بدهم شرح كمان بيكون السؤال واضح. في عندي خامسا المقارنة، المقارنة عليها 24 علامة. في عندي سادسا 16 علامة لتفكير ناقد، طبعا هو عبارة عن دراسة حالي، يعني أي حالة مثلا عنا بترتبط بالواقع بالحياة بالتطبيق من البيئة المحلية، أو مثلا ممكن تكون ربط أفكار بين الدروس. وفي عندي وراء العمل كمان كتير مهمين بنهاية الدرس، كمان ممكن تيجي منهم دراسة حالي. بعد سؤال ما بدني؟ ايه تفضل. تفضل حيدر. شرح عن مغلفات البذور بس شوية. مغلفات البذور طبعا احنا لازم نعرف اول شيء بانه مغلفات البذور عضو التكاثر الجنسي عندها هو الزهره. اهم شيء قبل نحن ما ندخل بتفاصيل مغلفات البذور لازم نعرف نحن اقسام الزهره اللي هي عباره عن السبلات، البتلات، الاسديه والمدقه. مين عضو التكاثر الذكري في الزهره يا حيدر؟ حيدر معنا؟ طيب مو مشكلة منكمل. تمام. هلا عضو التكاثر الذكري هو عبارة عن الأسدية، طبعا نحن بنعرف بأنه السدات بتتألف من خيط يعلوها مقبر، وبداخل المقبر توجد الأعراس الذكرية أو حبات الطلع. في عندي أيضا المدقة، المدقة هي عبارة عن الميسم، القلم والمبيض، بداخل المبيض في بزيرة وبداخل البزيرة في كيس رشيمي. طبعا المفروض نحن نعرف كيف بيتم الإلقاح بين العروس الذكرية واللي بدها تنتقل مثلا عن طريق الحشرات أو الرياح إلى العروس الأنثوية التي تتواجد داخل الكيس الرشيمي. طبعا هون تبدأ عندي أنا مرحلة الإلقاح من خلال التأبير، إنتاج حبة الطلع، الإخصاب. هون يجب التنبيه بأنه الإخصاب عند مغلفات البزيرة
الحضور هو أخصاب مضاعف، أي أن العروسين الذكريين تلقحان، العروس الذكرية الأولى بتلقح العروس الأنثوية وبتتشكل بيضة أصلية تعطي فيما بعد الرشيم، وأيضا العروس الذكرية الثانية تلقح النواة الثانوية وتعطي فيما بعد البيضة الإضافية التي ستنمو وتعطي نسيج السويداء الذي سيغذي الرشيم. نعم، أيضا نأخذ اتصال من عبد الهادي. عبد الهادي معنا؟ عبد الهادي ايه تفضل، شو اسئلتك يا عبد الهادي؟ الصفحه 127 هيلوم. ايوه 127. والفرق بين الامواج الارضيه، والفرق بين الامواج الطوليه والعرضيه فيزياء. تمام. نعم. الصفحه 127 شو مطلوب منا تبع الكيموس والكيلوس؟ شو مطلوب نحفظ من هاي الصفحه؟ تمام. هلا الكيموس والكيلوس ممكن يجي عندي مقارنه، مثلا انه نقارن بين الكيموس والكيلوس من حيث درجه الحموضه، بنقول بانه الكيموس حمضيه تفاعل، الكيلوس قلويه تفاعل. ايضا ممكن يجي المقارنه بيناتهم من حيث القوام او الشكل، فبنقول نحن هون بانه الكيموس سائل يشبه الحساء والكيلوس سائل لبني القوام. يعني نعمل مقارنة بيناتهم من حيث مكان التشكل والمكونات يا عبد الهادي. ايه ماشي. السؤال الثاني الأمواج الطولية والعرضية فيزياء. يلا الآن سي أماني تفضلي دورك. تمام. هلأ بالنسبة لأنواع الأمواج من حيث الانتشار أو انتشار الجزيئات، في عنا نوعين اللي هي الأمواج العرضية والطولية. طبعا هو أهم شيء نحن نعرف شو المثال عليها لنقدر نحدد حركة الانتشار. بالنسبة للأمواج العرضية عندي حبل مرن أو وتر مرن، فطريقة الاهتزاز بتكون بشكل عمودي على منحى الانتشار، يعني بمعنى أنه بيتشكل عندي قمم ارتفاعات وانخفاضات، فهذا اللي بسميه أنا بالأمواج العرضية. وإذا الكتاب قدامك فيك تفتح على الصفحة 95 بتلاحظ المثالين موجودين مع الصور. الأمواج الطولية طبعا المثال عليها النابض، لأنه نحن بنعرف أنه النابض هو جسم مرن، بحيث إذا أثرنا عليه بقوة خارجية بيرجع لوضعه الطبيعي. فأثناء حركة النابض بيصير في عندي مجموعة من الانضغاطات والتخلخلات يلي بتصير بتوازي منحى انتشار الموجة. فإذا الخطوة الرئيسية أو الفكرة الرئيسية للتمييز بيناتهم أنه الأمواج العرضية اهتزاز الجزيئات بيكون بشكل عمودي على منحى الانتشار، بينما بالأمواج الطولية بيكون الاهتزاز بشكل يوازي المنحى. تمام. إذا هاد كان أسئلة عبد الهادي. في معنى اتصال أيضا من رانيا عندها سؤال بالكيمياء للأستاذ حسام. رانيا صباح الخير. صباح النور. تفضلي أسئلتك عم نسمعك. بس سؤال عن النفوذ الإشعاعي، كيف بيجي؟ أستاذ حسام. النشاط الإشعاعي. النشاط الإشعاعي يمكن يجي يعرف، اختر إجابة صح وخطأ. إصدار نوع بعض العناصر غير المشعة لإشعاعات غير مرئية، عدد هذه الإشعاعات، جسيمات ألفا، جسيمات بيتا، وأشعة جاما. طبعا أكثر سؤال رئيسي يمكن يجي قارن مقارن الجدول الموجود بالكتاب كمان. هلا هو بيجي بس مقارن اسمه صح وغلط اختر إجابة. مقارنة صح وخطأ اختر إجابة. تمام. أنت عندك البنية والشحنة والنفاذية. نعم. في وصلت الفكرة رانيا؟ ايه تماما. بنرجع لتعليقات الفيسبوك. عم يقولوا لو سمحتوا بالنسبة لموازنة المعادلة من علي والنوس. ما بعرف إذا أستاذ حسام بنضل معك. بالنسبة لموازنة المعادلة كيف إحنا ممكن نقدم هيك مفاتيح، كلمات مفتاحية، حلول، يعني شيء يثبت له المعلومة للطالب. هلا الموازنة هي كانت من صف الثامن، أنا بدي كافئ بين عدد الذرات بطرف المواد المتفاعلة وعدد الذرات بطرف المواد الناتجة. نعم. يعني عدهم، بدي عد مثلا ذرة كربون بطرف المواد المتفاعلة، ذرتين هناك بدي أضرب باثنين. بدي انتبه أنا أهم شيء، في بعض الطلاب بيخربطوا مثلا بالجذور الكيميائية، بده يوازن الـ SO4 كاملا أو CO3 كاملة. لا. نعم. الـ C لحال والـ O3 لحال، يعني كل ذرة بذرتها. تماما. وبدي انتبه انه ساعات اللي بضرب المركب كاملا يضرب بالعدد 2 أو 3، بده يتوزع مثلا على السي وعلى الاو 3. نعم. في لك تعليق عن سي اماني.
إضافي بتحب تضيفه؟ لا، هي مثل ما حكى الأستاذ، يعني هي موازنة عدد الذرات بين الطرف الأول والثاني، بس هي الفكرة أنه يكون كاتب الطالب الصيغة الكيميائية صح. نعم، هي اللي كمان بتخليه يعدل الموازنة بشكل صحيح، لأنه إذا الصيغة ما أنا مكتوبة بشكل صحيح بتتخربط كل موازنته. صحيح. إذن البداية الحل الصحيح كتابة الصيغة الكيميائية، بمعنى أنه المعادلة تكون صحيحة كيميائية، وبالتالي أنه بيكمل حل صحيح. تمام. ناخذ اتصال من حيدر من ريف دمشق. حيدر صباح الخير، تفضل حيدر عم نسمعك. الو مرحبا. يا اهلا وسهلا يا حيدر، سؤالك باي ماده؟ سؤالك ماده العلوم. يلا عم نسمعك، تفضل. مرحبا امسي. اهلا. عندي هلق عندها وحده التكاثر عند الانسان. ايوه. في مدخل وحده تبع الاسئله في تعريف التكاثر انواعه، هدول داخلين انه بمدخل الوحده بنحفظهم. لكن كل شيء بالكتاب مطلوب يا حيدر. هلا في عندك انواع التكاثر، لازم اعرف شو يعني تكاثر جنسي وشو يعني تكاثر لا جنسي. تمام. هلا التكاثر الجنسي انه هو التكاثر اللي بيتطلب عندي انا انتاج اعراس سواء كانت ذكريه او انثويه ضمن اجهزه متخصصه. التكاثر اللا جنسي انه ما في اعراس مثلا عندي انا مثل الانشطار الثنائي عند الجراثيم، في عندي التبرعم بفطر اسمه الخميره. ايضا المفروض اني اعرف تعريف التكاثر لانه هو مدخل لقسم جديد. طيب في سؤال ثاني حيدر؟ ايوه. في عندنا تبع التكاثر لدى النبات. ايوه. كمان انه هي كيف يتم التكاثر الجنسي عند النباتات، كمان نحفظها؟ تمام. اهم شيء انا اعرف يا شاطر انه مغلفات البذور مثلا التكاثر الجنسي عندها، عضو التكاثر الجنسي عندها هو الزهره، لازم اعرف انا كيف بتتكاثر النباتات سواء كانت عاريات البذور او مغلفات البذور. يعني نركز على العضو التكاثر الذكري والانثوي بالزهره. الزهره يا حيدر. تمام. طيب شكرا. نرجع على كمان في تعليق اسعد موصل اللي عم يقول علوم بالنسبه للعلوم الانقسام الخيطي الصيغه الصبغيه انه مو صح 2 نون فقط. لا، هلا بالنسبه للانقسام الخيطي، الانقسام الخيطي يطرا على خلايا صيغتها الصبغيه اما 2 ان او 1 ان. يعني اذا كانت الخليه الام التي سوف تنقسم انقسام خيطي صيغتها الصبغيه 2 ان، حتما راح تعطيني خليتين كل وحده منهم 2 ان. اما إذا كانت الخلية التي سوف تنقسم صيغتها الصبغية 1 إن، راح تعطيني خليتين كل واحدة منهم 1 إن. يعني قد يطرأ على خلايا صيغتها الصبغية مضاعفة أو أحادية. أما الانقسام المنصف حصرا يطرأ على خلايا صيغتها الصبغية 2 إن لكي يتم تنصيف الصيغة الصبغية، وبتعطي 4 خلايا كل واحدة منهم 1 إن. طيب اتصال من علي من ريف دمشق. علي صباح الخير. صباح النور. سؤالك تفضل عم نسمعك. عندي سؤالين بالعلوم وسؤال بالكيمياء. يلا تفضل عم نسمعك. هلا بصفحة 202 بالعلوم. 202. الخيارات الجملة الثانية شو جوابها بس؟ تمام. هلا بالنسبة لأجب بصح أو غلط في نهاية كل من العبارات الآتية وأصوب. الاختيارات. تمام. نعم ثانيا. من الغدد الملحقة بالجهاز التناسلي الذكري تصب مفرزاتها في مكان التقاء الأسهرين مع الإحليل. نختار غدة البروستات. طبعا اللي هي نفس الموثة. تمام. كيمياء. بالكيمياء أنسي أماني. تفضل. بدنا نقارن بين الهيدروكسيد. أي. بنكتب أقل مثلاً إذا كتبوا لنا إيونات الأو أتش. أي. نكتب أكثر عدد وأقل عدد ولا واحد واحد؟ هلا إذا كتبوا لنا عدد إيونات الهيدروكسيد أو عدد الوظيفة الأساسية فلا، نحن بنكتب إما واحد أو اثنين حسب الصيغة الكيميائية المعطية عندي. إذا مثلا هيدروكسيد الصوديوم فصيغتها الكيميائية شو هي؟ NaOH. فكم وظيفة أساسية عندي؟ واحد. حسب تعداد الـ OH يعني بالصيغة الكيميائية ممكن تجي بمثالين، إما عدد الوظيفة الأساسية أو عدد أيونات الهيدروكسيد الموجودة بالصيغة. نعم. في إسا سؤال تاني علي؟ إيه في بالعلوم. علوم تفضل. هلأ فينا نجبلنا أن نرسم رسمة؟ ايه طبعا. ورد بنموذج الاسئله المعممه من قبل وزاره التربيه انه في رسمه ممكن تكون مرسومه وممكن تجي ارسم، بس ما في داعي تخاف لانه اذا اجى ارسم رح يكون في معايير واضحه. هلا هي الرسمه يعني انه بس تكون قريبه للشكل الموجود عندي انا بالكتاب، واعرف هلا مثلا مثل الخليه العصبيه لازم اعرف انا مثلا الاستطالات الهيوليه كيف شكلها، جسم الخليه، المحور، يعني هي معلوماتي النظري اللي موجوده عندي انا بالدرس بحاول ثبتها انا برسمه خفيفه وتكون قريبه على شكل الرسمه اللي بالكتاب. نتدرب على رسمه. ايه هلا في عندك رسمات بسيطه مثلا ممكن تيجي ارسم، يعني في عندي مثلا بنيه الفقره، في عندي العصب، في عندي الخليه العصبيه، الكليه. مقطع طولي بعظم طويل مثلا سهله بالسن سهله يعني تيجي الرسمه كثير سهله وبسيطه، مو انه رسمه معقده يعني. ما مطلوب مننا نحن نرسمها كما هي في الكتاب بهذا المقياس
مجرد انه انت فهمان الرسمي رح تقدر ترسمها بشكل واضح جدا يا علي. تمام يسلم. ما في داعي تخاف من هذا السؤال، رح يكون سهل كتير. بالتوفيق لك يا علي. بناخذ اتصال من عبادة من دمشق. عبادة صباح أهلا الخير. مرحبا. يا اهلا وسهلا يا عبادة. يعطيك العافية. اهلين، تفضل اسئلتك. اذا ممكن هلا عندي سؤال بشكل عام لثلاث مواد، ممكن احنا يجينا عرف سؤال لكل المواد. انه يعني فيزياء والكيمياء والعلوم ممكن يجينا عرف شيء. هلا العلوم اول شيء شو رايك؟ هلا بالنسبه للعلوم ممكن. انا مثلا في عندي انا مصطلح علمي داخل اختيار الاجابه الصحيحه، وممكن يجيني دراسه حالي اللي من خلالها ما المقصود به. تمام. طيب الكيمياء والفيزياء انسي اماني سؤال عرف يعني ما يلي تحديدا ما ورد ولا مره باسئله الدورات، ولكن بيجي فراغات طويل بعدك شوي، بيجي فراغات لهيك بدك تكون حافظ الكلمات الموجوده بالتعريف، وممكن يجينا صح وغلط يعني كمان من خلاله، او مقارنه يعني مثل زميلك يلي سال من شوي الامواج الطوليه والعرضيه. تمام. تعريف طول الموجه، طول الموجه هون هي المسافه بين، فهذا ممكن يجي عن طريق مقارنه او فراغات غالبا. طيب استاذ حسام اعطيه لعباده لو سمحت، شو الفرق بين اكتب المصطلح العلمي وبين عرف؟ هلا المصطلح العلمي نحن بنكون ذاكرين لك التعريف وانت بدك تميز لمين هذا التعريف. اما بالتعريف نحن عم نذكر لك مثلا النشاط الاشعاعي من شوي، عرف النشاط الاشعاعي، بتذكر تعريف النشاط الاشعاعي. طيب اصدار نواة بعض العناصر الغير المستقره لاشعاعات غير مرئيه، هذا تعريف مين؟ النشاط الاشعاعي. تمام. ويمكن يجيني اختار اجابه. علوم اذا ممكن. يلا تفضل عم نسمعك. الفيزياء بالنسبه للطاقه الحركيه نحن بنقول تناسب طردا مع سرعه الجسم او مع مربع سرعه الجسم؟ تناسب طردي مع مربع سرعه الجسم. مع مربع سرعه الجسم، يعني اذا اجتنا انه مع سرعه الجسم صح وغلط بنحطها غلط. بالضبط، التناسب الطردي. اما اذا قال لي عدد العوامل المؤثره في الطاقه الحركيه فيني اخلو سرعه الجسم. تمام. هلا بس ممكن اذا بيسال علوم. يلا تفضل. هلا بالنسبه للصفحه 44 ايوه، الباحات كل الباحات مطلوب نحفظ مواقعه ولا بس اللي سائلين عنها؟ لا كل شيء بالرسمي مطلوب. هلا في عندك باحات موجوده على الرسمي مثلا مثل باحه الكلام، باحه الادراك اللغوي، مطالب بحفظ موقعهم. تمام. وهلا هي اذا ممكن تجينا شرم، ممكن تجينا ملونه هي الرسمه؟ لا يا شاطر موتي انه مشان تجي ملونه. هلا نحن مثلا باحه الاحساسات العامه بعرف انه هي خلف شق رولاندو، يعني انا مجرد ما نذكر كلمه شق رولاندو بعرف انه في خلفها باحه الاحساسات العامه، وامامها مباشره في الباحه المحركه. يعني انا شو حافظه معلومات نظريه بالنسبه للمواقع بحاول اني اطبقها على الرسمي، مو مشان بقى ملونه هي حسب الموقع. انا انت عرفت شق رولاندو فيك تعرف مين امامه ومين خلفه. تمام. يعني هون الرسمي يا عبادة مو شرط تجي ملونة، ممكن تجي كل باحة كل لون هو محدد مثلا بحدود الخارجية. تمام. مو شرط تجي بالألوان، اذا مثلا باحة الذوقية معروف انت وين مكانها، ولا السمعية ممكن يحطوا لك دائرة انه هاي الباحة شو هي. مو شرط احنا ناخذ الألوان هي المعيار الأساسي. هلا وبالنسبة لفقرات العلم والعلماء نحن نحفظهم؟ طبعا مطالبين، ممكن يجي مثلا اختيار اجابه صحيحه انه مثلا نذكر واجى باحد الدورات. على فكره انه اعمال عالم المفروض نحن نحفظهم لانه مطالبين فيهم. هلا صفحه 49 مكونات العصب كيف ممكن يجونا؟ هلا ممكن مثلا الرسمي، ممكن تكون الرسمي مرسومه و انا قصدي مطرح مو مكتوب يتكون العصب منه هذا الاربع. هلا في عندك اسئله نظريه على الشكل الاتي، مثلا ممكن يجي ماذا ينتج عن اجتماع الالياف العصبيه مع بعضها البعض؟ الجواب يتشكل العصب. يعني ماذا ينتج عن اجتماع حزم الالياف العصبيه؟ يتشكل العصب. ممكن يقول لي سؤال مثلا حدد موقع غلاف الحزمه الضام، هون بنقول يحيط بكل حزمه من الالياف العصبيه. ايضا ممكن يجي مصطلح علمي تعريف غمض العصب او حدد موقعه، بنقول نحن بانه هو غمض سخين يحيط بالعصب. نعم نعم. اذا معنا اتصال ثاني من حيان من ريف دمشق. اهلا ومرحبا. اهلا وسهلا حيان، تفضل. عندي ثلاثة اسئله، واحد علوم والثاني كيمياء. يلا شو بتحب نبلش؟ علوم. تفضل. يلا تفضل. صفحه 216. ايوه. سابعا. تمام. 216 سابعا. نعم. ايه تفضل شو السؤال؟ فيك تقرا السؤال حيان؟ شرح يعني شرح. شرح. يلا تقرا. نعم. يلا. الصفحة 216، أي سؤال لي شاطر سابعا؟ سابعا. سابعا، خلية تحوي في نواتها 8 صبغيات. انقسمت وأعطت خليتين بنتين متشابهتين. هلا هون من صيغة السؤال خليتين بنتين متشابهتين معناتها حتما شو رح يكون الانقسام؟ خيطة. أحسنت، إذا بيكون الانقسام خيطي.
المطلوب ما نوع الانقسام الذي طرأ على هذه الخليه؟ اذا عرفنا نحن انه انقسام خيطي لانه اعطاني الدليل بالسؤال وهو خليتين بنتين متشابهتين. السؤال الثاني عم يقول لي كم عدد الخلايا الناتجه عن انقسام الخليتين البنتين انقسامين متتاليين؟ طيب عدد صبغيات اول شيء 8، وقت اللي انقسمت انقسام خيطي اعطتني خليتين، ما هيك؟ كل وحده منهم شو راح يكون فيها؟ خليتين. ايه هي الخليه الام فيها 8 صبغيات. عطتني خليتين، اكيد راح يكونوا نفس الصيغه الصبغيه للخليه الام، وبالتالي راح يكون 8 صبغيات. تمام؟ هلا 8 خلايا يعني جو. ايه هلا هو لانه انقسام خيطي، بس طالما ذكر لي يا شاطر انقسامين متتاليين، هون بدنا نلاحظ نحن بانه الانقسام هون انقسام منصف، لانه بالانقسام المنصف بيتم تنصيف العدد الصبغي، والانقسامين بيصير ورا بعضه، انقسام منصف اول بعدين انقسام منصف ثاني. تمام. 8 خلايا بتصير الجواب تاني. احسن، بصير 8 خلايا. عدد الصبغيات في كل خليه من الخلايا الناتجه عن انقسام الخليتين البنتين، هون لانه انقسام منصف انقسامين متتاليين فبيتنصف العدد الصبغي، بصير 4 صبغيات وهو نصف العدد الصبغي للخليه الام. يعني مو 8 صبغيات. لا يا شاطر، 4 صبغيات لانه انقسامين متتاليين ورا بعضهم. طيب يعني هذا بيميز الانقسام المنصف يا حيان يعني عن الانقسام الخيطي. تمام، تنصفت الصيغه الصبغيه للخليه الام. نعم. عدد صبغيات الخليه الام 8، وبالتالي راح ينتج عندي انا خلايا في كل منها 4 صبغيات. نعم. طيب السؤال الثاني بالكيمياء قلت لي ولا الفيزياء؟ لا كيمياء. يلا عم يسمعك الاستاذ حسام. صفحه 114 اعطي تفسير عن علميا. ايه السؤال 114 اعطي تفسيرا علميا. طيب فيك تقرا السؤال؟ اول تفسير. نعم. يذوب ملح كبريتات النحاس بالماء بينما لا يذوب الشمع بالماء. لأن الماء مذيب قطبي، يذيب معظم المركبات ذات الرابطة الأيونية ولا يذيب المركبات ذات الرابطة المشتركة. موجود بالكتاب. هلا كتبنا عن ملح كبريتات النحاس لأنه يحوي أيونات. كبريتات النحاس هو مركب أيوني ذو رابطة أيونية ولا مشتركة؟ لا أيوني. بالضبط، فإذا فيه يذوب. والشمع لأنه لا يحوي أيونات. بين المحطة. لأنه ذو رابطة مشتركة. ولا يحتوي أيونات، في أيونات. بس يحوي رابطة مشتركة. رابطة مشتركة بالضبط. نعم، في سؤال فيزياء كمان؟ لا بس ممكن شرح تمديد المحلول. طيب عملية التمديد، دائما أول شيء لازم تعرف عملية التمديد تتم بإضافة ماء مقطر فقط، إضافة شيء تاني هي بتاخذها بالبكالوريا تراكيز ومعايرة، فالتمديد حصرا بإضافة ماء مقطر. الحجم لح يزداد، التركيز بزيادة الحجم لح يقل التركيز، وكمية المادة المذابة لح تضل ثابتة. طبعا بنقصد بكلمة كمية عدد المولات والحجم والكتلة تبع المادة المذابة. نعم، إذا كانت أسئلتك هاي حيان. ناخذ اتصال كمان من إلهام من درعا. إلهام يسعد أوقاتك. يا أهلا وسهلا إلهام. أهلين إلهام. عندي أسئلة فيزياء وأسئلة علوم. يلا نبلش بالفيزياء مع الأنسي أماني. تفضل يا زبع الله. هلا بالنسبة للتجارب كيف نحن بدنا نتعامل معها؟ التجارب ايه تمام. هلا هي هو المفروض انت تعرفي الفكرة العامة من التجربة، عن شو عم تحكي، وتاخذي النتيجة يلي موجودة بآخر الفقرة وتستخدميها من خلال التعاليل. يعني كمثال لناخذ تجربة السكتين الكهروتيسية، شو الفكرة الأساسية تبعها؟ قلي لي. بتحكي قاعده انه عن كهربائيه قوه كهربائيه. تمام ممتازه، يعني هي حركه الساق النحاسيه وتتحرجها نتيجه نشوء قوه كهربائيه. تمام، هي هي الفكره الرئيسيه تبعها. فممكن من خلالها يجيك عده تعليلات، انه علل سبب تدحرج الساق، كيف يمكن نستطيع ان نغير جهه تدحرج الساق النحاسيه من خلال تغير جهه التيار او تغير جهه الحقل المغناطيسي. يعني هي الافكار الرئيسيه. فانت من خلال قراءتك الاساسيه للتجربه ومكوناتها ممكن انه تقدري تجاوبي على هي الاسئله، فما تخافي منهم. يعني التجارب واضحين والافكار الموجوده عندك بالكتاب وبفقره استنتج كلها واضحه. تمام. نعم. إلهام في أسئلة تانية؟ هلا بالنسبة للإضاءة والإثراء بيفصلوا؟ الإضاءة والإثراء لا، هو لما نتغير الكتاب قالوا إنه يعني هاي المعلومات المذكورة فيها لزيادة المعرفة، يعني كسؤال أساسي بالامتحان ما بيجي منها. طيب ممكن تشرحي لنا مسائل توازن جسم صلب ومسائل الطاقات شرح سريع؟ اي بس تحددي لي شو الافكار، لانه حكيتي عنوانين كثير ضخمين. يعني اعطيني افكار رئيسيه لاقدر اشرح لك اياهم. بالطاقه مثلا شو اللي بدك اياه؟ بسرعه مثلا في سؤال بسرعه.
ما فهمت. بتعيدي وبتعلي صوتك إلهام. هلا في بالطاقة الميكانيكية، الطاقة الميكانيكية ايه، على حساب كتلة الجسم صفحة 85. صفحة 85، ثواني مسألة الشابة. إذا صفحة 85 ايه المسألة أيها؟ السابعة. آه. بدك ثقل الجسم؟ ايه تمام. هلا شوفي نقرا مع بعض المساله واتبعي معي. عم يقولوا لي يختزن جسم طاقه كامنه ثقاليه 500 جول عندما يكون على ارتفاع 10 متر من سطح الارض، وتصبح طاقته الكامنه الثقاليه 250 عندما يكون على ارتفاع اتش. المطلوب حساب الارتفاع بدايه. طبعا نحن هون بنحسب الارتفاع من طريقتين، اما من التناسب او في معلومه نحن بنعرفها انه عند منتصف الارتفاع بتتقاسم الطاقه الميكانيكيه لطاقه حركيه ولا طاقه شو كامنه. تمام. فانا طالما قالوا لي انه الطاقه الكامنه 250 يعني هي نصها لل 500، فالجسم وين صار موجود؟ شو يا الهام عم تسالك سؤال الان سي اماني؟ نعم. الجسم لما كانت طاقته الكامنة 250 جول صار بمنتصف الارتفاع صح؟ لأنه نص الطاقة الميكانيكية أو الكلية. طيب بدهم ثقل الجسم، ثقل الجسم أنسى شو رمزه؟ W-E-D-I-R-S. لا ثقل الجسم رمزه W، شو قانونه؟ W تساوي M B G صح؟ هلا نحن معطينا قانون إنه E-B على R. تمام تمام. أنت من خلال قانون الطاقة الكامنة يلي هو اي بي يساوي دبليو بي اتش بنقدر نطالع الدبليو يلي هي شو؟ اي بي على اتش. وسالتيني عن الكتله من خلال قانون الثقل يلي هو دبليو يساوي ام بي جي، بتطلع على الام معنا. طيب تمام هيك؟ تمام. هلا في المساله كمان السادسه. نعم المساله السادسه. السادسه بنفس الصفحه. ايه تمام. كل المسألة ولا في طلب معين؟ لا بس الطلب الثاني. الطلب الثاني كتير حلو. طيب عم يقولوا لك شوفي كيف أنسى هن لحالهم عم يقولوا لك منين تبلشي. عم يقولوا لك انطلاقا من شرط التوازن الدوراني، يعني هن عم يقولوا لك الجواب. شو هو شرط التوازن الدوراني؟ مو نحن عنا شرطين لتوازن الجسم، انسحابي ودوراني. شو هو الدوراني؟ نعم انه تلعب محصله عزوم القوى الخارجيه المؤثره. تمام. انه ايش تساوي صفر. سمعتك قلتي محصله عزوم القوى يساوي الصفر. تمام كثير منيح، يعني سيجما جاما يساوي الصفر. طيب انا كم قوه عندي على الشكل؟ عندي 3 قوى يلي هو اذا بتتبعي الشكل عندك انسى على الكتاب، عندك القوه اف، قوه الثقل دبليو، وقوه رد الفعل. فمعناتها عندنا مجموعه 3 عزوم لهي القوى يساوي الصفر. من خلال تعويض القوانين لعزوم هي القوى الثلاثه بنقدر نطالع حساب شدة القوة، ومن خلال استخدام قانون عزم القوة اللي هو جاما يساوي دي بي اف. بس البداية سيجما جاما يساوي الصفر. نعم. اذا متشكرك انسي اماني. بس في كمان بالتعليق صفحة 127 علوم طالبين اسئلة او شرح. هي عن شو بتحكي الانسي؟ اول شيء صفحة انسي هديل. هلا بالنسبة للصفحة 127 عن عمل العصارتين الصفراوية والبنكرياسية. هلا اخذنا نحن فكره بانه النشاء المطبوخ بيتم هضمه في الفم بواسطه انظيم الاميلاز اللعابي وتحويله الى سكر الشعير وهو سكر ثنائي. طبعا هذا الهضم جزئي، السكر الشعير يذهب الى المعي الدقيق ليتم هضمه بشكل نهائي وتحويله الى سكر عناب. هنا ياتي بعمل انظيمات العصاره البنكرياسيه والمعويه. ايضا اخذنا هضم البروتينات يتم في المعده بواسطه انظيم البيبسين أيضا بشكل جزئي لأنه يتم تحويله إلى عديدات البيبتيد. عديدات البيبتيد تنتقل إلى المعي الدقيق ليتم هضمها وتحويلها إلى ناتج نهائي وهو الحموض الأمينية. هذا الشيء يتم بفضل أنظيمات العصارة البنكرياسية والمعوية. هلا بقي عندنا نحن الدسم. دسم ما جبنا سيرته. الدسم بشكل عام المختص بتجزئته وتفكيكه هو العصارة الصفراوية. الأسئلة التي يمكن أن تورد من هذه الصفحة مثلا رتب مسار العصارة الصفراوية. لازم أعرف أنا بأن العصارة الصفراوية مثلا تفرز من الكبد، هي كخطوة أولى، تخزن بالحويصل الصفراوي أو المرارة، ومن ثم تنتقل عبر القناة الصفراوية إلى القناة الجامعة لتصب في الاثني عشر.
طبعا سؤال الدورة الماضية أتى على الشكل الآتي، هل إحدى هذه العصارات لا تحتوي على أنظمات هاضمة؟ طبعا كان من ضمنها هو العصارة الصفراوية. أيضا ممكن أن يأتي سؤال ما وظيفة العصارة الصفراوية، وهو تجزئة الدسم إلى مستحلب لتسهيل هضمها في المعي الدقيق إلى حمض دسمي زائد غليسيرول. نعم، بناخذ اتصال من حنين وبعدين نرجع لتعليق أو سؤال بتعليق صفحة 153 لذوبان الأبلاح، ولكن نتوقف مع حنين من ريف دمشق. حنين أهلا وسهلا حنين، تفضلي. لو سمحت بدي أسأل عن أصل العلوم. تفضلي. تفضلي. في التقويم النهائي بالعلوم آخر شيء دائما في ورقة عمل مطلوبة أو لا؟ إيه طبعا ورق العمل مطلوبة، يعني مطلوبة فهم، مو أنه نحفظها كلمة كلمة، يعني مطلوبة كمعلومات أنه نفهمها نحن فهم. ممكن تجي دراسة حالي مثلا، دراسة الحالي لأنه وردت بنموذج الوزارة 16 علامة. يعني هيك، يعني لأنه في طلاب عم يقولوا أنه هي أبدا ما لها مطلوبة. لا، كل شيء بالكتاب مطلوب، ورق العمل عم يجي منهم، يعني انه بشكل عام بتلاقي دراسة حالي يعني ذكرت بالنموذج عليها 16 علامة، بس مو انه مطلوبة يعني على الحرف او على الكلمة. في شغلات او في معلومات خلينا نقول موجودة بوراق العمل، يعني تكملتها بالدرس او تكملة لإلها بالدرس. طيب بالكيمياء معلش اسألك سؤال. تفضلي تفضلي. هلا في التفاعلات تبع تفاعلات الاتحاد والتفكك وهدول، بيجي انه اذكر نوع التفاعل ولا مثلا اكتب هذا التفاعل؟ الاثنين سوا ممكن يجي. تفضل. اكمل المعادله الكيميائيه التاليه واذكر نوع التفاعل. فبيطلب منك تكمل المعادله الكيميائيه وبعدين تذكر نوع التفاعل. سلام عليكم، يعطيكم العافية. تماما. نرجع للسؤال بالتعليقات صفحة 153 لذوبان الأملاح. السؤال كان الأملاح الذوابة عم تنقسم لقسمين، أملاح ذوابة وأملاح قليلة الذوبان. طبعا الكلمة شارحة نفسها، ذوابة تذوب في المياه، قليلة الذوبان ذوبانها قليل. فينا ناخدها مع دمج مع الدرس الأول أنه الذوابة محلولة متجانس، غير ذوابة مانا متجانسة، غير متجانس. تماما. طيب بالنسبة للحفظ، هلأ هدون بدي أحفظه. هلأ في عندي عبارة صغيرة بتساعدني إذا أبقارن بهدون، مثلا أملاح الذوابة، أملاح الحاوية على النترات والخلات، الأملاح الحاوية على الصوديوم والبوتاسيوم والأمونيوم. فإذا أخذت أول حرف من كل وحدة فبتطلع معي كلمة صبانخ، فأي ملح يحتوي صبانخ فيني أعتبره ذواب. هاي اللي تسهيل للطلاب. نعم تماما. بالنسبة لمادة علم الأحياء، ما بعرف إذا حنين بعدها موجودة معنا. طيب في تعليق كمان هون، هل من الممكن أن تأتي أوراق العمل الموجودة بنهاية كل درس على شكل دراسة حالي ما؟ إيه طبعاً، أوراق العمل إنها نحن إنه بتجي على شكل دراسة حالي، إنه فهم، يعني فهم الطالب فهم. تمام. سؤال بالعلوم في درس التلوث، تعريف التلوث ما معنى كل من تغير كمي أو كيفي؟ تمام. هلا التغير كمي ممكن يكون بجميع المكونات، لانه التلوث فيه له انواع، مثلا تلوث هواء، تلوث ماء، تلوث تربي. الكيفي ممكن يكون مثلا بنوع معين منه. تماما. سؤال سريع قبل ما ناخذ جورج من طرطوس، المركب غير القطبي يعني الروابط بين ذراته مشتركه، والمركب القطبي يعني الروابط بين ذراته بتكون أيونية. تمام. هي الفكرة اللي توضحت فقط بكتاب صف التاسع. نعم. لأنه هذا بحث ضخم بياخدوه إن شاء الله بالحادي عشر وبالبكالوريا. تماما. إذا ناخد اتصال من جورج من طرطوس. مرحبا جورج، مساء الخير جورج. مرحبا، تفضل أسئلتك عم نسمعك. بدي أسأل سؤال علوم. نعم تفضل. رتب بدقة تطور البيضة الملقحة إلى الجنين. أيوة. الترتيب، هلا انا انه مكتوب عندنا بالكتاب بس انه اي صفحه ترتيب المراحل بدرس نحو تكاثر عند الانسان. نعم. في معك كتاب؟ أي صفحة جورج؟ جورج معك كتاب؟ لا مو الكتاب، ما معي الكتاب، ملخص. تمام. يعني تفضل. معناتها بس ترتيب، انه بس الترتيب تبع تطور البيضه الملقحه الى الجنين. يعني مراحل تشكل الجنين. تمام. هلا فينا نقول نحن مثلا مراحل الحمل، انتم ذكرت عندكم بالكتاب انه البيضه الملقحه بتنقسم سلسله من الانقسامات الخيطيه المتتاليه، بتعطي كتله خلويه كرويه. طبعا الكتله الخلويه الكرويه بتنتقل الى الرحم المهيئ لاستقبالها، بعدين بتبدا عندي حادثه الانغراس، بعدين التعشيش. وفي سؤال كيمياء لو تفضل. بس ممكن انه شرح مساله السطرين، شرح بسيط. شرح شو بالضبط؟ مسألة السطرين، شرح بسيط. مسألة السطرين. هلا الفكرة بمسألة حتى بالتعليقات عم يطلبوا وقت.
تمام. هلا هو من شوي ذكر الاستاذ انه هي مساله تعطى في الصف الثامن صراحه، يعني المفروض يكون طالع التاسع متمكن منها، ولكن الفكره العامه لمساله السطرين بنكتب المعادله بشكل الكيميائي الصحيح مع التاكد من موازنتها. غالبا نحن باسئله الفحص بتجي المعادله مكتوبه وموزونه. نحن عندنا سطرين بنقول لهي المساله، السطر الاول والسطر الثاني. عاده بنحط المجاهيل والرقم المعطى في المساله في السطر الثاني. بالسطر الأول منعبيه بالأرقام اللي بتخدم السؤال صراحة، يعني بمعنى إذا قال لك أحسب كتلة ملح كبريتات الزنك أو الملح الناتج، فأنا بدي روح على المواد ما بعد السهم وبدي أحسب كتلته المولية يلي نحن منعرفها. طبعا وبتنعطى لك بآخر مسألة الكيمياء الكتل الذرية لكل الذرات الموجودة بالمعادلة الكيميائية. بينما إذا قلنا أحسب حجم الغاز المنطلق في الشرطين النظاميين، فبنستخدم كمان القاعدة يلي نحن حافظينها من صف الثامن يلي هي حجم الغاز بالشرطين النظاميين 22.4 لتر، بنحطه بالسطر الأول مع الانتباه إذا في عدد مولات ما قبل الغاز فمنضرب، وما كان فيه وكأنه نحن عم نضرب بواحد. الطلب الثالث يلي هو عدد المولات، احسب عدد مولات ممكن اي مركب ينعطى لي له، احسب عدد مولاته وننتبه لكلمه متفاعل او ناتج. عدد المولات منجيبه من العدد الموجود على يسار المركب، وزمان ما شفت يعني رقم قبل المركب فبتحط العدد واحد، وبعدين عن طريق التناسب بنحصل على الأجوبة اللي بدهم اياها. تمام. اذا نحن بنستفيد فيها من المعلومات المعطاة بنص المسألة. طبعا هو اول شيء بيقول له مثلا يحترق 2.8 او يتفاعل 5.6، هذا كثير بنقراه منيح مشان نعرف تحت اي مركب. المعلومات اللي عم يعطوها بنص المسألة بتنحط بالسطر الثاني. نعم. طيب في سؤال ثاني جورج. طيب في عندي تعليق فيزياء استاذ حسام، سؤال بالفيزياء كيف نستطيع التفريق بين الطاقة الحركية الميكانيكية، موجود بالدرس الثالث الوحدة الأولى وموجود في درس الطاقة إن الطاقة الكلية هي طاقة ميكانيكية، أيضا كيف نستطيع التفريق بينهما؟ وصلك السؤال؟ هلأ البحث كله هو عن وحدة الميكانيك، فأكيد كلياته اللي حيكون مرتبط بالميكانيك. نعم. فبالدرس الطاقة الميكانيكية هي مجموعة الطاقتين الحركية والكامنة الثقالية. نعم. طيب ناخذ اتصال من حلا من دمشق. مساء الخير حلا. حلا عم نسمعك، تفضلي. مرحبا يا تحونا. يا اهلا وسهلا حلا، اسئلتك. بس لو سمحتي عندي سؤال بالعلوم. بالعلوم تفضلي. هلا انا سمعتك كثير عافيه، بس لو سمحتي ممكن تعطي الفرق بين انقسام الخيطي والمنصف؟ مقارنه بيناتهم؟ يعني هلا انا ما عم بعرف ايمتى بتطلع عدد الخلايا بالنص او نفسها. هلا شوفي الانقسام الخيطي بيطرا على الخلايا الجسميه، يعني انت اذا قلت لك مثلا انقسمت خليه كبديه المفروض انه تعرفي انه هي خليه جسميه، وبالتالي نوع الانقسام الذي يطرا عليها انقسام خيطي. تمام. الانقسام الخيطي دائما بيطرا على الخلايا الجسميه، في حين الانقسام المنصف يطرا على الخلايا الجنسيه، يعني اذا قلنا نحن مثلا كلمه عروس ذكريه اللي هي مثلا النطفه عند الانسان، او العروس الانثويه اللي هي البويضه عند الانثى. هلا بنلاحظ نحن دائما بانه الخلايا الجنسيه يطرا عليها انقسام منصف. طيب تمام، معناته طول ما في انقسام منصف دائما انه النصف رابع بالصوغي. تمام. الانقسام المنصف بمر بمرحلتين، انقسام منصف اول وانقسام منصف ثاني، فبينتج عن العمليه النهائيه 4 خلايا في كل منها نصف العدد الصبغي الموجود في الخليه الام. تمام. اهلا موفقه ان شاء الله. تمام. بس بدي اضيف شغله حلا اذا بعدك معي، انه الخلايا الجنسيه هي اللي بتنقسم انقسام منصف، والخلايا الجسمية اللي بتنقسم انقسام خيطي، كتير يعني حتى بصير في لغط وخلط. بنرجع كمان للكيمياء من تسنيم إقبال، بتقول الوحدة الأخيرة النشاط الإشعاعي كيف بيجي بالسؤال أو كيف تجي بالامتحان بشكل عام؟ اختر إجابة. نرجع من ركز. يمكن يجيني السؤال اختر إجابة، يمكن يجي تعليلات مثلا في عندي عن النظائر، في تعليل مثلا تعليل تتشابه النظائر بالخواص الكيميائية وتختلف بالفيزيائية والنووية كتعليل. نعم. يمكن يجيني سؤال اختر عن الشحنة، مثلا شحنة جسيمة بيتا شو هي الشحنة، يمكن مصطلح علمي في تعدد. وفي السؤال الرئيسي كمان المقارنة تبع قارن بين جسيمات ألفا وبيتا من حيث يذكر لي. نعم. طيب ناخذ اتصال من حيدر من طرطوس. مساء الخير حيدر. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا يا حيدر، تفضل أسئلتك. بس عندي أسئلة بالعلوم. تفضل حيدر.
صفحة 134. صفحة 134. اتفضل شو سؤالك؟ بالرسمة، رسمة القلب الثاني تحت. أيوة. هلا في مكتوب إنه صفائح مرنة و. أيوة. نقطع الاتصال للأسف. طيب. ناخذ رهف من دير الزور وبعدين نرجع نحاول نحلل شو كان بده يسأل. رهف مساء الخير. أنا مساء النور. يا أهلا وسهلا رهف وأهلنا بدير الزور. بس لي سؤال علوم. رهف قبل رهف اسمعينا من السماعة وطي صوت التلفزيون ليكون في تواصل صحيح بيناتنا لو سمحتي. مشان وضوح الصوت وتاخدي جوابك صح مننا. من السماعة اسمعينا. طيب. ماشي. يلا تفضلي. سؤال علوم رتب. رتب. تفضل. في مسار الدم في الدورة الدموية الصغرى. تمام. مسار الدم في الدورة الدموية الصغرى، فينا نحن نعمل مخطط بسيط انه الدم في الدورة الدموية الصغرى طبعا بنلاحظ نحن بانه بيخرج من البطين الايمن عبر الشريان الرئوي. تذكري انه بس قلنا شريان رئوي معناتها هذا الشريان بيذهب الى الرئتين، بيتفرع الى فرعين، كل فرع بيدخل الى رئة. طبعا بنلاحظ نحن هون بانه بيتم تغيير لون الدم، لانه الدم هون بالشريان الرئوي طبعا عندما دخل الى الرئتين اعطاه غاز CO2 واخذ منه غاز الاكسجين، فبيتحول لون الدم للاحمر القانع، يعود بواسطة الأوردة الرئوية الأربعة إلى الأذين اليسرى. طبعا هون لازم تعرفي أنه الدورة الدموية الصغرى سميتها بهذا الاسم لأنه الدم فيها عم ينتقل من القلب إلى الرئتين ثم يعود إلى القلب مرة أخرى، يعني مسارها قصير، يعني بصير نقول أنه من البطين أيمن شريان رئوي رئتين أوردة رئوية أربعة أذين اليسرى. سنتي. هذا هو. تمام. هيك بشكل مختصر يعني فينا نقول نحن بس بدنا ننتبه للون الدم كيف كان وكيف صار. ماشي. يعني المكان اللي بصير فيه تحولات. نعم. تفضلي. سؤال كيمياء انه بانواع التفاعلات التبادل الثنائي. عنسي اماني. ايه تفضلي عم نسمعك. عم نسمعك. تفضلي. ايه انه انواع التفاعلات التبادل الثنائي. تمام. شلون يعني بدنا شرح عنه. تمام. هلا اول شيء لازم تعرفي انه التبادل الثنائي هو بيتم بين مركب ومركب، لانه المركب الواحد او المركب الكيميائي يحوي على ايون موجب وسالب، بيختلف عن التبادل الاحادي. هلا احنا في عنا قاعده يعني شهيره بنعلمها انه البعيد مع البعيد والقريب مع القريب، هو لانه تمام برافو عليكي، هي الفكره تبادل بين الايونات للمركبين للحصول على مركبات جديده. تمام. مختلفه بالصيغه وبالنواتج تمام بالشحن. ماشي يعطيك العافيه. الله يعافيك. اهلا رهف. ايضا اتصال من براءة من السويدة. مرحبا. اهلا وسهلا براءة، يسعد مساك، تفضلي اسئلتك. صفحه 40 بالعلوم. صفحه 40. تفضلي. نعم سؤال. الثاني تحت يخرج من جسم العصبون استطالات تكون كثيره عدد غالبا تستقبل التنبيه وتنقله باتجاه جسم الخليه تسمى، شو هي هذه التفاعلات الشجرية ولا الاستطالات الهيولية؟ الاستطالات الهيولية. تمام. طبعا هم ممكن يجيكي مقارنة مثلا بين الاستطالات الهيولية والمحور. طيب صفحة 230 بالعلوم. تفضلي. 230. طيب هذول اللي اتعاون انا وزميلي بنحفظ شيء منه؟ 200 لحظة 230. الصفحة 230. ايه هلا ممكن يجي مثلا بدراسة حالي. ايه انه مثلا انه كيف بنحافظ نحن على البيئه تكون نظيفه وسليمه. طبعا في عندي انا كثير مجموعه من النصائح ممكن تجي بدراسه حالي. كمان في سؤال ثاني بعد بالكيمياء لو سمحت. تفضل. بالاسبلت الاملاح. الاملاح. ممكن يزينا انه مثلا يتشكل الملح من اتحاد مثلا معدن مع لا معدن، ممكن يزينا اكتب هذه المعادله. طيب كتاب اخذت السؤال استاذ حسام لقطه اكتب صوابي بالسمع لانه انه نكتب معادله مثلا غير المكتوبه بالكتاب، يعني معدن انه تكتب معادله معدن مع لا معدن لتشكيل ملح غير الموجود بالكتاب. انه نكتب معادله نحن بلا ما هون يعطونا شيء. لا اجباري بده يكتب لك اسم المركبات او بيعطيك اياهم مكتوبين وانت بتكملي. يعني نحن ما بيجينا كتاب. لا منك. لا ماشي. طيب يعطيك العافيه. بدي اذكر المواد المتفاعله. ماشي تماما. طيب
لبين ما يجينا اتصالات كمان نرجع خلينا نحكي شوي على مادة الفيزياء والكيمياء أنسي أمان. يعني هي المادة عادة في إلها هي ضوابط للإجابة، في إلها قواعد معينة للإجابة. هو هلا نحن بكير نحكي بسلم التصحيح، ولكن كيف نحن ممكن ننور طلابنا من حيث الإطار العام للإجابة الصحيحة؟ الأخطاء وين ممكن تروح هي من طلابنا لما هن بدهم يجاوبوا على سؤال فيزياء ولا كيمياء؟ تمام. هلا بالنسبة للفيزياء أنا بعتبرها من المواد السهلة الممتنعة، لأنه الإجابة ممكن تكون كتير مختصرة وتعطي الفكرة العلمية الصحيحة، وأحيانا الطالب بيزيد حكي من دون ما يذكر كلمات رئيسية أو جوهرية بالجملة. نعم. يعني مثلا كتير بينذكر عنا بأسئلة الدورات متى ينعزم عزم القوة، فالطالب بيقول عندما يلاقي محور الدوران، أنه مين هذا اللي بده يلاقي أو يوازي محور الدوران مثلا؟ ففي كلمة نقصة كتير مهمة، شو هي؟ عندما حامل القوة يلاقي أو يوازي، فهنن هاي القصص لازم ينتبهوا عليها، إنه نحن في كلمات لازم نذكرها دائما بالجواب لحتى ناخد عليها العلامة الكاملة. الشغلة الثانية بالمسائل منلاحظة كمان كتابة القانون بشكل صحيح برموزه الصحيحة، التعويضات مع التحويلات من السنتيمتر للمتر أو من الميلي لتر للتر، هاي غالبا اللي بتنذكر عنا بالكتاب. الإجابات تكون أو الأرقام عمليات الحسابية جوابها كمان هي العلامات ممكن تروح عليها مع الواحدة، غالبا الطلاب ممكن أنه يذكروا ينقلوا عملية الحسابية على المسودة، ولما ينقلوا جواب ينسوا أنه يذكروا الواحدة قدامها، فيمكن أكثر الأخطاء هيك بتصير يعني بالأوراق الامتحان. ناخذ اتصال من عادل من دمشق. عادل مساء الخير. هلا مساء النور. تفضل أسئلتك. بس عندي أنا بالفيزياء وبالكيمياء. ممكن تعلي صوتك لو سمحت؟ بس أنا عندي بالفيزياء وبالكيمياء. بالفيزياء وبالكيمياء. نعم عم نسمعك. هلا بس بالفيزياء بس بدي أسأل إنه مثلا إذا كان إنه مثلا علي لا تسبب مزدوجة حركة دورانية، إنه مثلا شو الجواب؟ حركة انسحابية وليست دورانية، هي اللي بتسبب حركة دورانية. ايه تمام. انه بس انه شو الجواب؟ لان محصلة قوتيها معدومة. طيب ومعلش بس عندي كمان سؤال بالكيمياء. نعم تفضل. انه شلون بدي اعرف انه اذا بتنكتب هاي انه مثلا انه المعادلة الايونية والمعادلة الايونية المختصرة؟ المعادلة الايونية المختصرة ناتجة عن المعادلة الايونية باختصار الايونات المتشابهة بين المواد المتفاعلة والمواد الناتجة. تمام شكرا. اتصال من أمل من حمص. مساء الخير أمل. مساء النور. تفضلي أسئلتك يا أمل. سؤال بالفيزياء، سؤال بالكيمياء، وسؤال بالعلوم. إذا بدك خدي سؤالين اللي إحنا معك. تفضلي نبلش بالفيزياء. تمام. هلأ سؤال الفيزياء، إنه الرسم الحقول المغناطيسية المستقيمة والوشع بيجينا إرسام؟ ممكن تعيدي السؤال؟ رسم خطوط الحقل المغناطيسي؟ ايه نحن بيجيبولنا انه ارسم بالمسألة؟ ايه يعني بالنموذج الوزاري اول ما انطرح ايه صراحة نذكر انه ممكن يجيكي رسم احد ثلاث حالات، شكل خطوط الحقل المغناطيسي الناتجة عن تيار يمر في سلك مستقيم او في ملف دائري او في وشيعة. تمام يعني بيجي. وبالكيمياء سؤال بالكيمياء، هل المركبات المركبات الهيدروجينية تبع البروبين والبنزين وهدول ممكن تقولي لي أسماءهم العشرة لأنه هنا مو مذكورين عنا؟ هلا هذا الموضوع خارج إطار كتاب التاسع، يعني أنت المطلوب منك بكتاب صف التاسع هو من N يساوي 1 لN يساوي 6 يلي هن الميتان، إتان، بروبان، بوتان، بنتان وهكسان. هدول ضمن مجموعة الألكانات. بيجي كمان عندك بعدين الرابطة الثنائية اللي هي الألكينات وبعدين الألكينات وطريقة تسميتهم. طبعا تسميتهم بتصير بتغيير اللاحقة، يعني مثلا إتان بتعرفي أنت أنه بتنتهى بألف ونون فبتصير بالألكينات إتن وبالألكينات إتين وهكذا على باقي الصياغ. المطلوب منك حسب ما ورد بكتابك أنت بالألكينات والألكينات N2 وN3، يعني أثناء التعويض بN يساوي 2 وN يساوي 3. خارج هي المركبات أنت ما بيجيك حاليا لأنه هذا موضوع كتير كبير بتاخذيه إن الله راد بالحادي عشر وبالبكالوريا بالعضوية. نعم أمل شو السؤال الثاني؟ هلأ بالعلوم، هلأ الوحدة الأخيرة بالعلوم تبع النباتات والتلوث، هلا انه نركز عليها كثير ولا انه بيجي منا اختار اجابه وهيك، يعني ما بيجي منا تعريف وهيك؟ لا بيجي منا. طبعا هي الوحده كثير هامه. السنه الماضيه اجى سؤال من درس التلوث تعليل اذا انتبهتي باسئله الدورات عليها 10 علامات.
يعني ما حدا يهمش هاي الوحدة. بعدين في عندك رسمة حبة الطلع الناضجة، رسمة الكيس الرشيمي، في عندك معادلات الإخصاب المضاعف عند مغلفات البذور، كتير هامة. هدول كلهم هامين، إنه بيجي سؤال عادي ما بيجي اختياري. إيه بيجي سؤال عادي لك عن اختيار، يعني الاختياري واضح بالنموذج قلنا نحن بأول الجلسة. تمام. نعم. موفقة. نعم. الله يعافيك بالتوفيق. ما بعرف مخرجنا إذا في إمكانية نأخذ فاصل. إذا نطلع فاصل سريع مشاهدينا، وبعد الفاصل منتابع تلقي الاتصالات وقراءة التعليقات. سهرنا قد تعبنا، لكن أبدا ما مللنا ما مللنا. قد سهرنا قد تعبنا، لكن أبدا ما مللنا ما مللنا. للأمام سائرون، للمعالي صاعدون، ناجحون ناجحون، إننا لناجحون. الليل قمنا، ما وهنا بل عزمنا، اجتهدنا الليل قمنا. على المكاري صابرون، قمم الفخار صاعدون، ناجحون ناجحون، إننا لناجحون. في الليالي أين كنا، سائلوه التقييم عنا. في الليالي أين كنا، التقييم عنا. للفلاش تاركون، للكتاب قارئون، ناجحون ناجحون، إننا لناجحون. ناجحون ناجحون، إننا لناجحون. اسمعوا يا حاضرون، إننا لناجحون. ناجحون ناجحون، إننا لناجحون. اسمعوا يا حاضرون، إننا لناجحون. إذا منتابع قراءة التعليقات مشاهدينا. هلأ في علوم بصراحة عبادة كوارة، يعني كتير كتير صار. إحنا بنعتذر على التأخير، ولكن إحنا في عنا اتصالات وفي أولوية. برجع بقول لي يا عبادة، وإنما هلأ رح نجاوبك. عم يقلنا ثالثا صفحة 111 أنسي هديل، ممكن يجي رتب بدقة هاي وحدة، وصفحة 169 و104. خلينا بال111. هلأ بالصفحة 111 طبعا ممكن يجي رتب، انه مثلا رتب الاحداث التي تقع في مدة وجيزة خلال مشاهدة ما كتب على السبورة. هون بهي الترتيبات، يعني هون عم نحكي نحن عن كيف بتتم رؤية ما شاهدناه مثلا على السبورة من المرحلة الاولى، لانه بتتنبه المستقبلات الحسية بواسطة الضوء. المرحلة الثانية نشوء سيالة عصبية حسية. في عندي المرحلة الثالثة مرور السيالة العصبية الحسية عبر العصب البصري. في عندي أربعة تحليل السيالة العصبية الحسية على مستوى الباحة البصرية في المخ، وخمسة رؤية ما كتب على السبورة في صورة حقيقية. طبعا هنون الجمل كاتبينهم، بس نحن بدنا نحط الأرقام طبعا. برتب 161 الصفحة 161 و104. تمام. هلأ بالنسبة للصفحة 161 في عندي كمان ضمن سؤال، ضمن فئة رتب في 161 169. 169 عفوا، انا اللي بخربط. 169 صفحه 169. هلا ممكن تجي اسئله، طبعا هم حاطينهم بالكتاب توصيل بالنسبه لآليه عمل الكليه. ممكن يجي سؤال رتب آليه عمل الكليه، ممكن يجي سؤال مثلا قارن بين الشريان الكلوي والوريد الكلوي. نعم. وايضا ممكن ماذا ينتج،
يعني هون بنلاحظ نحن بانه كمقارنه الشريان الكلوي والوريد الكلوي من حيث ماذا محمل كل منهما، كان تمام. نذكر الشريان الكلوي مثلا محمل بغاز الاكسجين والفضلات الاستقلابيه، اما بالنسبه للوريد الكلوي يكون خالي من الفضلات الاستقلابيه، ممكن ياتي مقارنه بينها. طبعا هذا بيعتمد على فهم الطالب لمراحل عمل الكليه. بشكل سريع 104 قبل ما ناخذ اتصال من امشام كمان ضمن فئه رتب صفحه 104. هلا بالنسبه للصفحه 104 كمان لمست كاسا من الماء فاحسست ببرودته، رتب العبارات المسؤوله عن مراحل الاحساس الجلدي. المرحله الاولى عن نفس نمط ترتيب رؤيه ما شاهدناه على السبوره، من حيث هون بنبدل فقط العضو الحسي مستقبل تماما ومستقبل الحسي. مثلا في عندي انا رقم 1 منبه الحراري، في عند 2 مستقبلات حسية في أدمة الجلد تتلقى التنبيه، 3 ألياف عصبية حسية في العصب الشوكي، في عندي 4 المادة البيضاء في النخاع الشوكي والبصري السيسائية، و5 باحث الإحساسات العامة في قشرة المخ. طبعا هون كل باحة من باحات المخ مسؤولة عن إحساس معين. هلأ شفنا بالترتيبات اللي قبل كانت الإحساسات الناتجة عن التنبيه راحت مثلا إلى ملاحظ نحن إلى الباحة البصرية الموجودة في الفص القفوي للمخ، أما في هذا المثال بتذهب السيالات العصبية إلى باحة الإحساسات العامة الموجودة في قشرة المخ. طيب ناخذ اتصال من أم شام، هي والدة الطالبة. مساء الخير أم شام. اهلا وسهلا استاذ، كيفك استاذ احمد؟ اهلا وسهلا يا بحضرتك، يا هلا. الله يعطيك الف عافيه، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك يا رب، تفضلي عم نسمعك. في سؤال، الله يعطيك العافيه. مشان ماده العلوم بالنسبه لطبيعه الاسئله اللي بتجي للطلاب المركز الصحي وحصرا المكفوفين. نعم نعم. في سؤال ثاني لطبيعه الاسئله سواء كان علوم او فيزياء وكيمياء. نعم، بس ولكن لشريحة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وحصرا عن المكفوفين، المكفوفين اللي راح يكون يعني وضعهم يختلف عن باقي الحالات. نعم، هلأ ممكن تكون هي ضمن إطار بتوضع وزارة التربية وبتعممه مسبقا، ولكن بالنسبة للمكفوفين على الأغلب بتكون هي شفهية، بصورة شفهية، يعني بحيث أنه يكون في مثل ما يشبه لجنة حسب معلوماتي هي بتكون حاضرة هذا الامتحان، بحيث أنه الطالب المكفوف ممكن أنه هو يكون عم يجاوب شفهيا وفي حدا بيكون عم يكتب أجوبته، بالنهاية بده يصير في تصحيح كامل بس تكتمل الإجابة. طبعا بيكون مقيد ضمن إطار الوقت نفسه، ضمن ما يطبق على الطالب العادي من قوانين مطبق عليه، إنما فقط الفرق بيكون في حدا عم يسمع منه وعم يكتب له الأجوبة. أكيد يعني أستاذ، بس بدنا هيك يعني إنه نطمن الطالب إنه ما بيروح له شيء. لا لا أبدا يعني أبدا. يكون معامل تصحيح معاملة عادية يعني مثل بقية الطلاب. يعني وزارة التربية حريصة جدا وأشد الحرص على إنه تحفظ حق الطلاب ككل وتحديدا ذوي الاحتياجات الخاصة وبصورة خاصة المكفوفين، بحيث انه اللي بيكون عم يسمع وعم يكتب له الاجوبه كمان بيكون في مراقب موجود، يعني الموضوع ما في تحيز نهائيا، يعني لا ينجح الا من يستحق بغض النظر عن الحاله اللي هو فيها بالنهايه. شكرا لك، بس في طلب ثاني اذا سمحت. تفضلي تفضلي. بس بدنا مدرسين اختصاص بيكونوا عم يعني يفتكوا للطلاب، ما يعني مو معلم صف او اي معلم ثاني، يعني يكون معلم اختصاص عشان يفهم الطالب شو بده يكتب. أكيد هذا الشيء أخذته بعين الاعتبار وزارة التربية أخت إمشام، وفي أكيد يعني اختصاصي رح يكون موجود، برجع بقلك كله هذا رح يصير ضمن الإطار الناظم للامتحان، كل تفصيل أخذته بعين الاعتبار وزارة التربية بحيث أنها تحفظ حقه للطالب المكفوف وغير المكفوف. طيب شكرا لك أستاذ أحمد على المعلومة. يا أهلا وسهلا، مشان الريحة للطلاب شوي هيك. لا إن شاء الله إن شاء الله الكل بيأخذ حقه. فينا بس نأخذ سؤال سريع، ممكن شرح الصيغة الأيونية والمختصرة من تغريدة ترك؟ أي بالنسبة للصيغة الأيونية هو كتابة الصيغة بين قوسين تحديد الأيون الموجب والأيون السالب، طبعا هذا بيعتمد على حفظ الرموز والتكافؤات والانتباه إذا في عندي ما قبل الصيغة عدد ذرات، كمان وضعه قبل
الرمز. أما إذا عم نحكي عن المعادلة الأيونية والمعادلة الأيونية المختصرة، فنحن يفترض أنه نكتب المعادلة بشكل أيوني ونختصر الأيونات المتشابهة من الطرف الأول مع الطرف الثاني، فنحصل بهذا الشيء على المعادلة الأيونية المختصرة. تماما. نرجع للرسم صفحة 40 أنسي هديل، كيف بدنا نشرح لهم إياها؟ صفحة 40. هلا الرسم الصفحة 40 في عندي الخلية العصبية. الخلية العصبية طبعا احنا بنكون حافظين انه مثلا اقسام الخلية العصبية حسب انتقال السيالي العصبية بانه بتبدأ من الاستطالات الهيولية. هلا هون بالنسبة للرسمة لازم اعرف انا بانه الاقسام الخلية العصبية الاستطالات الهيولية جسم الخلية العصبية وفي عندي المحور. الاستطالات الهيولية تخرج من جسم الخلية العصبية، المحور ايضا يخرج من جسم الخلية العصبية كمنشأ. هون مثلا بالرسم بننتبه بانه الاستطالات الهيولية تبدأ سخينة ثم تستدق بالابتعاد عن جسم الخلية العصبية. أما بالنسبة للمحور عم نلاحظ بأنه استطالة هيولية طويلة ومفردة ويخرج ينقل السيالة العصبية بعيدا عن جسم الخلية العصبية. نعم. اتصال من كامل من دمشق، مساء الخير كامل. كامل عم نسمعك، تفضل كامل. نحن عم نسمعك كامل، تفضل. ألو. ايه تفضل كامل. يا هلا أهلين، أسئلتك. يعطيكم العافية. أهلا كامل، تفضل أسئلتك. كامل عم نسمعك. نحن بعد إذنك عن السلالوم، سؤالي عن السلالوم. إيه تفضل. معك. تفضل. بس عند نقل الدم أو تبرع بالدم. أيوة. نحن نقوم بنقل الدم من مولة الارتصاص ولا من الراسة؟ هلا بنقل الدم نحن دائما بدنا نراعي إنه مطرط السكريات الحمر للشخص المعطي برصاص الشخص الآخذ. تمام؟ يعني هذا هو الشرط الأساسي لنقل الدم. يعني دائما بعمليات نقل الدم نحن لازم نراعي الشرط الاساسي، ندرس زمره الشخص المعطي وزمره الشخص الاخذ. انا قصدي هون عن ارتصاص الدم، انه نقل الدم راح يكون من المصوره نفسها ولا من مولد الارتصاص؟ هلا مولده الارتصاص او المصوره ما بتفرق، بس الفكره انه نحن نمطرطس الكريات الحمراء للشخص المعطي برصاص الشخص الاخذ. هلا الفكره كامل لما بصير نقل دم عم بصير في نقل كمية من الدم يلي هي عم تحتوي بنفس الوقت في راسة وفي مولدة راسة. كان المصورة وكان في عنا بالمصورة راسة رح يصير في رصاص بالدم. أيوة. بصعوبة عم نسمع بصعوبة كامل، ممكن تعيد وتعلي صوتك؟ كامل ممكن تعيد؟ القصد هون إنه إذا خدنا نحن مصورة وعم ننقل لصاحب الزمرة بي وكان عندنا نحن مصورة بالمصورة الراسة بي، هو راح يصير ارتصاص. ما نحن ناخد نحن بس مولدة الارتصاص ومن الراسة. ايه تمام، بس مولدة الارتصاص نعم نعتمد عليها تماما بقاعدة نقل الدم. يعني الزمرة A لا يمكن ان يتبرع للزمرة. طيب تمام، بس سؤال تاني لأستاذ الكيمن بعد اذنك. ايه تفضل. نعم. تفضل كامل. تفضل كامل. ايه بس هون في عندنا بالصفحة 144. 144، تفضل شو سؤالك؟ تفضل يا كامي. عم ياخذ الصوت وقت ليوصل. استاذ الكيمياء عفوا مو انس لالو، استاذ الكيمياء. كيمياء، اذا 144 كيمياء، نعم. طيب السؤال شو هو كامل؟ نعم. بس في عندنا هون الراسب بي بي اي 2 مو موجود بالرواسب بالصفحه 153، نحفظهم احنا بس من الصفحه 153 ولا نحفظ الجميع؟ لا هذا كمان بنحفظه معه. هلا انا اعطيتك قاعده صغيره، هلا اي مركب للتسهيل لا يحتوي كلمه صبانخ يعني صوديوم بوتاسيوم امونيوم نترات وخلات فيك تعتبره راسب. طبعا في استثناءات ما عدا املاح الكلورات وال، ولكن كقاعدة بسيطة فيني اعتبرها. فعندي بوتاسيوم بي بي اي 2 يديد الرصاص فيني اعتبره راسب ايضا. تماما. بناخذ اتصال اذا من رهف من طرطوس. الو مرحبا استاذ. يا اهلا وسهلا يا رهف، يسعد مساك. اهلين تفضلي اسئلتك. استاذ بس عندي سؤالين بالكيمياء. يلا عم يسمعوك الاساتذة. اول سؤال. بس عندي اول سؤال بالصفحة 157 اللي هو استاذ بالسؤال الثاني الطلب الثاني. استاذ انا ما فهمت الجواب تبع دليل المعلم الصراحه. لحظه، 157 السؤال الثاني الطلب الثاني. ايه تمام.
أستاذ. وتاني سؤال صفحة 140. لحظة رهف، خلينا بس سؤال سؤال. إيه؟ بعدنا بالصفحة 157 تبع يتم الكشف عن الغاز المنطلق. إيه أستاذ. طيب هاي أخذناها كمان بصف الثامن، رائق الكلس CaOH2. هذا بيتم الكشف عن غاز مين؟ عن غاز CO2 بالضبط. استاذ شو بالمعادله بالكتاب وردت معادله، بس بالدليل اللي حطوا معادله ثانيه فانا ما فهمتها. لا هلا عمليه تسخين كربونات الكالسيوم شو بيتم فيها؟ عم اول شيء معادله شو؟ تفكك. فاثناء تفكك كربونات الكالسيوم رح يعطيني CaO زائد CO2. طيب شو عرفني انه الغاز هو CO2؟ لانه تعكر رائق الكلس. بالضبط هاي هي. استاذ انا هيك كنت كاتبه، بس هني كاتبين معادله ثانيه بدليل المعلم، انه كاتبين معادله اتحاد او تبادل ثنائي، ما حاطين معادله التفكك هي. لا لا، هي معادله التفكك بتكون يمكن خطا طباعي من النسخه النازله. استاذ بس ثاني سؤال صفحه 140. ايه تفضلي. نعم يلا. استاذ النشاط فوق. ايه شفته. استاذ الطلب الاول، استاذ لا. الحديد مع كبريتات الزنك، استاذ الزنك هو اقوى من الحديد فما في يزيحه. ركزي، الحديد معدن فبده يزيح المعدن الموجود بالمركب. ايه استاذ، فبدي يزيح الزنك وليس الكبريتات. ايه استاذ الزنك اقوى من الحديد، لهيك انه ما عرفت كيف نحن حليناها انه تنزاح. شو منكتب ساعات اللي بيكون المركب لا يستطيع ان يزيح العنصر لا يتم التفاعل. استاذ ايه انا هيك حليتها، بس دليل معلم كاتبين انه الجواب FeSO4+ZN. يا رهف، هلا دليل المعلم هو موجه للمعلمين، فما مانو بهاي الخطوات التفصيليه، لانه هو عم يتعامل مع معلم مؤهل للتدريس وعنده خلفية علمية، فهني ممكن يكونوا جدا يعني بيكون مختصر هو عم يعطي توضيح. استاذ ممكن النسخة اللي بتنزل ممكن يكون فيها أغلاط، تماما يعني. فنحن كمدرسين بنعرف الخطأ ومنصوبه لحالنا يعني، لما تماما فهو مو موجه للطالب يعني. تماما، فهو ممكن يخربطك. أي. رهف ممكن تتخربطي إذا يعني هي تسأل أستاذة يعني بالمدرسة أو أنست الموجودين، يعني دليل المعلم اسمه دليل المعلم مانو دليل الطالب، ففي هو مانو بهالتفاصيل، في اختصارات كتير، في مراحل كتير وخطوات ما بتنذكر فيه. طيب يعني استاذ ابي يتم التفاعل؟ لا يتم التفاعل. لا يتم. لا يتم، لان الحديد اقل نشاطا كيميائيا من الزنك. طيب السؤال الثاني كان رهف شو هو؟ اي صفحه؟ استاذ سالته اول جوابنا سؤال. جاوبنا. معناتها خلصت اسئلتك رهف. ماشي، سلموا يعني. موفق تماما. برجع لتعليق لاسئله العلوم الصفحه 216 من حيان سلمان، عم يسال انه كيف تحول انسي هديل الانقسام الخيطي الى منصف؟ هو برأيه أنه لازم يكون فيه 8 صبغيات، وطبعاً هذا عم يعطينا السؤال الثالث بسابعاً. هلأ بالنسبة لسؤال 216، نحن اتفقنا بأنه بالسؤال عم يقول لي خلية تحوي في نواتها 8 صبغيات، انقسمت وأعطت خليتين بنتين متشابهتين، قلنا هذا انقسام خيطي، يعني اللي نتج معي هون خليتين كل واحدة منهم فيها 8 صبغيات. هلأ هي بالنسبة للطلب الأول. الطلب الثاني عم يقول لي كم عدد الخلايا الناتجة عن انقسام الخليتين البنتين انقسامين متتاليين. طالما ذكر كلمة انقسامين متتاليين معناتها هون تحول إلى انقسام منصف. طبعا لاحظ معي الخليتين البنتين، هلأ اتفقنا أنه كل واحدة منهم فيها 8 صبغيات. بالانقسام المنصف الأول الخلية 8 صبغيات بتعطي خليتين 8 ب8، والانقسام المنصف الأول أيضا للخلية نفسها بتعطي خليتين 8 ب8، يتبعه انقسام منصف ثاني متتالي، فتتنصف صيغة الصبغية 8 بتعطي خليتين، الخلية اللي صيغتها صبغية 8 بتعطي خليتين كل واحدة منهم 4، يعني صار التنصيف الصبغي هون. تمام، يعني نعم. بالانقسام بهي المرحلة صار في عندي تنصيف لعدد الصبغيات، بالنسبة لعدد الخلايا النهائية هنون 8 وكل واحدة منهم فيها 4 نصف العدد الصبغي للخلية الأم. يعني هون لأنه عم يقول لي كم عدد الخلايا الناتجة عن انقسام الخليتين البنتين انقسامين متتاليين، يعني أخطاء الطلبة عم ترجع لانقسام الخلية الأم، نحن هون مو لانقسام الخلية الأم إنما لانقسام الخليتين البنتين، يعني اللي وحده كل وحده منهم فيها 8 صبغيات. بالانقسام النصف الاول كل وحده منهم عطتني خليتين صاروا 4، بالانقسام النصف الثاني الاربع خلايا كل وحده منهم عطتني 2 وبالتالي صارت 8 خلايا.
طيب وفاء والنص عم تقول احنا كيف فينا نعرف عدد الصبغيات؟ هذا يعطى بنص السؤال. عدد الصبغيات يعطى في نص السؤال. هلا نحن هون في عندي معلومه انا بتقول دائما بانه عدد الصبغيات بالخليه الجسميه بيساوي ضعف عدد الصبغيات بالخليه الجنسيه، وايضا اذا اعطي معي عدد الصبغيات بالخليه الجنسيه بتكون نصف عدد الصبغيات بالخليه الجسميه. انا بهي القاعدتين انه قادر نحن نطلع عدد الصبغيات سواء كان بخليه جسميه او بخليه جنسيه. نعم، لو سمحتوا بالفيزياء من هنادي الزين المساله الرابعه صفحه 84، هل يمكن أن تكون هذه المسألة فيها استنتاج قانون واردة بالامتحان؟ وشكرا. إذن الصفحة 84 المسألة الرابعة. أنسي أماني بما أن الكتاب معي. أي ما في مشكلة. المسألة الرابعة إنه شو سؤالها؟ هل يمكن أن يرد كيف؟ هل يمكن أن تكون هذه المسألة فيها استنتاج قانون واردة بالامتحان مثلا؟ هلا طالما السؤال انذكر بالكتاب اكيد ممكن انه يرد بالامتحان، ولكن انه سؤال استنتاجي من شوي نحن في اتصال اجى على المساله اللي وراها مباشره. نعم. اللي هي انطلاقا من شرط التوازن الدوراني، يعني هون السؤال عم بيقول لك بشو بدك تبلش بالحل. عم بيقول لنا استخدم شرط التوازن اللي هو مجموع العزوم يساوي صفر او محصله العزوم معدومه. فقال لي بعدين استنتج العلاقه بين اف 1 واف 2. هو الطالب ما متعود انه يحصل على علاقه فيها رموز، متعود انه يكفي ويعوض بارقام. هون بس اكتفوا بالسؤال انه حط مجموع العزوم يساوي صفر وعوض بالقوى اللي عنا وبالعزوم، وحتى نحصل على علاقة بين F1 وF2 انه هل نعم. هي ضعفة او نصفة، وفقط من دون التعويض. نعم. فهنا هذا الشيء ما نون متعودين عليه نذكر بهي المسألة. تماما. اتصال من بشيرة من ريف دمشق. مساء الخير بشيرة. مساء النور. عندي سؤال علوم. تفضلي. نعم. هلا في اخر التقويم النهائي في اوراق عمل مطلوبه؟ ايه اوراق العمل بجميع وحدات الكتاب مطلوبه، قلنا نحن انه بتجي دراسه حالي. سؤال ثاني ممكن؟ تفضلي. شو هي الرسمات المطلوبه في العلوم؟ هذا السؤال بيعتمد على التوقعات بشيره، انا رح جاوبك يعني. تمام. كل رسمه هي إلى معايير واضحه، هي رسمه امتحانيه، فبالتالي نحن الرسمه اللي هي بتعبر عن فقرة نظرية انت فهمانتية قادرة انك ترسميها او تجيب المسميات عليها بطريقة صحيحة بحيث انه تكون هي واضحة، فهي تعتبر رسمة امتحانية. فالرسمة الامتحانية اللي عليها مسميات واضحة اللي هي مانا كتير مشوهة، مانا كتير متداخل فيها اسهم كتير وتسميات كتير يعني زيادة على اللزوم، فهاي ممكن تكون هي رسمة امتحانية. فمهما كانت الرسمة من أي درس كانت، أنا بأكد لك على أنه أنت رح تعرفيها إذا كنت دارسي النظرة وفهمانتيها، لأنه هي انعكاس لمدى فهمك للفقرة النظرية الرسمة بشكل عام. تمام. في سؤال تاني بشيرة؟ لا شكرا كثير. بتمنى لك التوفيق والنجاح. كمان من تغريد الترك عم تقول ممكن شرح صفحة 157 أنسي هذه العلوم أنه الفرق بين القصيبات والقصبات. تمام. هلا بالنسبه للقصبات الهوائيه هي عباره عن قصبتين هوائيتين تنتج عن تفرع الرغامه وتكون حلقاتها كامله الاستداره. اما بالنسبه للقصيبات هي عباره عن فروع نتجت عن تفرع القصبات داخل الرئتين. اذا برجع بعيد، القصبات ناتجه عن تفرع الرغامه والقصيبات ناتجه عن تفرع القصبات. طبعا هون يجب التذكير بان الحلقات في الرغامه تكون ناقصه الاستداره، اما الحلقات في القصبات الهوائيه والقصيبات تكون كامله الاستداره. نعم. بساندرا ساندرا عم تقول انه كيف فينا بالكيمياء نعرف انه المساله هي مساله السطرين؟ في شيء معيار معين؟ عادة بمسألة السطرين بتنذكر المعادلة وطلبات المسألة، هو دليل على انه هي مسألة السطرين. يعني هم مجرد ما شافوا معادلة بالمسألة فبدون يكتبوها، والطلبات مثلا اكتب حجم، عفوا احسب حجم الغاز المنطلق، احسب كتلة الملح الناتج، احسب عدد مولات وهكذا. هن اساسا يعني عندهم نوعين من المسائل، يعني كثير هن واضحين، هن مساله تراكيز او مساله سطرين. طيب الجدول صفحه 187 علوم، ممكن الاجابه بعد اذنكم؟ انه كثير عم من ريان عنقه كثير عم الجدول. في عندي انا هون مقارنه بين الانقسام الخيطي والانقسام المنصف من حيث الخلايا التي يطرا عليها. طبعا ذكرنا بان الانقسام الخيطي يطرا على معظم الخلايا الجسميه، طبعا هون بدي ركز لكلمه معظم. الخلايا الجسميه قلنا نحن مثلا في عندي انا مثل خلايا المعده، خلايا الكبد. اما بالنسبه للانقسام المنصف يطرا على الخلايا الجنسيه الام المولده للاعراس. اذا هون الخليه الام ممكن تكون مولده للاعراس الذكريه او مولده للاعراس الانثويه.
بدي قارن بيناتهم أيضا من حيث الصيغة الصبغية للخلايا التي يطرأ عليها. ذكرنا الانقسام الخيطي يطرأ على خلايا صيغتها الصبغية إما 2 إن أو 1 إن، في كلا الحالتين تكون الخليتين الناتجتين مشابهتين تماما للخلية الأصل. أما الانقسام المنصف حصرا يطرأ على خلايا صيغتها الصبغية 2 إن لكي يتم تنصيف العضد الصبغي إلى النصف. نعم. المقارنة بينهما أيضا من حيث عدد الخلايا الناتجة، الانقسام الخيطي ينتج خليتان، أما بالانقسام المنصف 4 خلايا. الصيغة الصبغية للخلايا الناتجة، الانقسام الخيطي نلاحظ هنا تكون الصيغة الصبغية مماثلة للصيغة الصبغية للخلية الأم، أما بالنسبة للانقسام المنصف تكون نصف الصيغة الصبغية للخلية الأم. من حيث الأهمية الانقسام الخيطي زيادة عدد الخلايا، أما بالنسبة للانقسام المنصف إنتاج الأعراس. نعم. طيب كمان نحن بالنسبة للأسئلة مستمر بالفيزياء صفحة 85، كيف بدنا نعرف أي ارتفاع بالطلب الخامس أستاذ حسام أنسي أماني؟ 85 صفحة 85 بالفيزياء كيف عم يقولوا من وفاء والنوس، كيف بدنا نعرف أنه أي ارتفاع بالطلب الخامس؟ الطاقة الحركية للجسم وسرعته عندما يصل إلى سطح الأرض؟ نعم ما في خامس، ما في خامس، هيك كاتبين بجوز المسألة اللي بعدها. المسألة الثانية ممكن اللي بعدها إيه؟ احسب العمل الذي قامت به قوة الثقل الجسم لدى سقوطه من الارتفاع السابق. هون بنرجع فيها بالمعطيات الرئيسية للطلب الأساسي. صح. هلا في عندي معطى خاص بكل طلب وفي عندي معطى أساسي بنعطى ببداية المسألة، فكلمة الارتفاع السابق برجع فيها للارتفاع الأساسي يعني 5 متر إلا إذا حددوا لنا خلاف هذا الشيء. طبعا تحديد المسألة بيكون معطى خاص. هلأ ميمي يعقوب عم تقول كيف بيجي درس الألكانات والألكينات؟ كيف بيجي؟ هلأ فيه أو السؤال أو يعني شيء بيتعلق فيه أكتب شو بترشح أسئلة من هالدرس مثلا؟ أسئلة كثيرة. هلأ أكتب الصيغة نصف المنشورة للمركبات الآتية، أكتب اسم المركبات. بس هو أهم شيء بعتقد الطالب يميز بين المركبتين يعني مثلا الصيغة اختر نفسهم الأسئلة الموجودة بالدرس، الصيغة CN2N+2 هي الصيغة العامة لمين؟ الأكانات، الألكينات، نوع الرابطة، نوع الرابطة فيها بالضبط هو موجود. هون عم يقول هشام انه لو سمحتوا الكيمياء اللاحقه لين لمن تنتمي؟ لين للالكينات الرابطه الثنائيه بالضبط، يعني هو قصده اتين او اتيلين انه انذكرت بالكتاب. تمام. ناخذ اتصال من رنيم من دمشق. مساء الخير رنيم. الو، اهلا وسهلا رنيم، تفضلي اسئلتك. لا في سؤال للنشاط الاشعاعي. النشاط الاشعاعي كيمياء يعني. شو ممكن يجي أسئلة منه؟ شو ممكن يجي أسئلة؟ كثير نذكر هلا كثير عم تذكر كثير السؤال. باختصار ممكن نجاوب لأنه نحن مشان نكسب الوقت، لأنه في إمكانية لطلابنا يرجعوا يتابعوا الندوة على صفحة التربوية السورية على الفيسبوك إمتى ما بدهم ويرجعوا يشوفوا الأجوبة اللي انذكرت، ولكن الأستاذ حسام عم يسمعك، تفضلي. ممكن يجيني سؤال اختر إجابة صحيحة، صوب العبارات الآتية صح وخطأ، علل، مقارنة، هاي الأسئلة الرئيسية الثلاثة. تمام. هلا بالفيزياء ممكن يقولوا لنا إنه رسموا خطوط الحقل المغناطيسي. رسم خطوط أيضا يمكن أن يأتي. هلا مسألة السطرين. مسألة السطرين ما هي إلا نسبة وتناسب. أي ممكن يكتبوا لنا إنه هنا بيكتبوا لنا المسألة ولا ممكن إنه يطلبوا المعادلة إيه؟ هنو اللي حيكتبوا لك المعادلة بالضبط. لا بالصفحة 149 علوم. علوم 149. تفضلي. هي انه هي الصفحة مكتوب عليها الاطلاع، انه هي بس انه نقرأها ولا نحفظها؟ لا للاطلاع، للاطلاع ما بتجي. هاي للاطلاع. بس المطلوب منك شروط التبرع بالدم. وممكن شرح مسألة ثانية بالصفحة 145 كيمياء. كيمياء 145. 145 المسألة رقم 2. نعم. طيب إيه الآن سي أماني معك. مسألة ثانية. طيب إيه تبع السبيكة. تمام. هلأ عم يقولون نعامل سبيكة من الحديد والنحاس كتلتها 4 جرام بكمية كافية من حمض كلور الماء، فينطلق غاز حجمه 1.12 لتر في الشرطين النظاميين. اكتب معادلة التفاعل. هلأ هون الفكرة الرئيسية بهي المسألة انه نحنا بدنا نكتب معادلتين، يعني كل رمز او كل عنصر عطونا يوم
في له معادلة تفاعل مع حمض كلور الماء، بمعنى بدنا نكتب أول شيء Cu زائد HCl. طبعا هل يتم تفاعل النحاس مع حمض كلور الماء إذا سألتك؟ نعم. تفاعل النحاس مع حمض كلور الماء أنسي بيتم ولا لا؟ كنواتج يعني ما بيتم، لأن النحاس أقل نشاط من أقل نشاط كيميائي من الهيدروجين فلا يستطيع إزاحته. فإذا أول معادلة لا يتم التفاعل. ثاني معادلة اللي هي تفاعل الحديد مع حمض كلور الماء، Fe زائد HCl. شو بيعطينا هون؟ FeCl2 زائد H2 طبعا، ومنقوم بموازنة المعادلة. فإذا هذا بالنسبة للطلب الأول. بالنسبة للطلب الثاني، أحسب كتلة كل من الحديد والنحاس في السبيكة. طالما صار عندي معادلة واضحة، صار فيني استخدم معادلة أو مسألة السطرين اللي نحن هيك منقول عليها، ومن خلالها منقدر نحسب كتلة الحديد الموجودة بالمعادلة. هلأ طالما حصلنا نحن على كتلة الحديد وأنا معي الكتلة العامة للسبيكة اللي هي 4 جرامات، بطرحهم من بعض فبحصل على كتلة النحاس. يعني اللي نفترض أنه طلعت كتلة الحديد 2.8 جرام، فبطرحها من الأربعة قديش بيطلع عندي كتلة النحاس؟ 1.2 جرام. بعدين بدهم أحسب النسبة المئوية لمكونات السبيكة، يعني بالمية قدي موجود عندي نحاس وقدي موجود عندي حديد. ممكن كذا طريقة تنحل، ممكن نسبة وتناسب أو قوانين بالرياضيات، ولكن أسهل طريقة هي ممكن نقول عليها أنه كل 4 جرامات اللي هي كتلة السبيكة تحوي على مثلا 2.8 جرام حديد، فبالمية قدي عندي حديد، بنعمل تناسب بسيط بنحصل على النسبة المئوية. بنفس الطريقة منطالع النسبة المئوية للنحاس أو منقوم بطرحها بالمية. كمثال يعني طلعت معنا النسبة المئوية للحديد 70%، فمنطرحها من المية قدي بيضل النحاس 30%. تمام، برافو عليك. نعم، في سؤال تاني رنين؟ ايه، بالصفحة 43 فيزياء. 43 فيزياء السؤال. المسألة الأولى ممكن شرح؟ هلا بنعطيكي نحن رؤوس الاقلام الافكار الرئيسيه مشان نفسح المجال للمتصلين والعم يعلقوا على الفيس، انما خليكي مركزي مع الاساتذه. اي ماشي. هلا بالنسبه لحساب عزوم القوى، العزم قانون واضح، الجاما يساوي دي بي اف. بدي انتبه على جهه التدوير، فالقوى الاسهم موضح لي جهه السهم وكمان موضح لي الجهه الموجبه، فبدي انتبه على الاتجاه الموجب للعزم والسالب وبكتب القانون وطبق مع الانتباه للتحويلات. والمسألة هون طبعا محولة وجاهزة، ما بده أي تحويل. هلأ محصلة العزوم، ما معنى كلمة محصلة؟ يعني المجموع. فأنا الأجوبة اللي طلعت معي من هدول لح أجمعه. وبالنسبة للسؤال الثالث، بده شدة القوة فتحة التي يكون لها نفس الفعل التدويري. شو معنات الفعل التدويري؟ اللي هو تعريف العزم، يعني نفس العزم اللي كانوا للقوى كلياتهم لح أخده للي لونه أحمر وبحسب شدة القوة. طيب في سؤال تاني رنين؟ طيب إذا رحنا كمان في بالكيمياء صفحة 181، عم تقول مو في غلط بالكتاب بالصيغة نصف المنشورة، أنه مو لازم تكون H3C رابطة مضاعفة CH، لأن بالكتاب مكتوب آخر وحدة هذا رابطة مضاعفة. ليش هي الكينات؟ إذا هيك بصفحة 181 عم يتسألوا إنه بالصفحة 183 إنه هي ولازم تكون مضبوطة. ممكن طبعاً عند الكتاب يعني ممكن إيه غلط طباعة حسب نسخة الكتاب. هلا اللي ممكن الكتاب أي طبعة كتابك؟ هلا نحن أنا اللي معي 2021-22 ممكن صحيحة، ممكن قبل إذا ممكن قبل. وهي كأنه عم بتقلك رابطة مضاعفة. أنا الموجودة عندي بال لا رابطة مشتركة ثلاثية صحيحة طابعة لأنه لصيغة الألكينات. اللي نسخة القديمة مثل النسخة اللي معي مظبوط فيها خطأ. آه تمام، هي هي الموجودة معي في حاطين CH2. آه تمام. أما هي مصححة تم تنقيحة إذا إذا معناته رح ننوه للطلاب إنه يأخذوا التنقيح من الطبعة 2021 وما بعد. تماما. أستاذ حسام من هشام عم بيقول لك انه في سؤال بالفيزياء صفحه 17 المساله الثالثه مطلوب المحيط، ممكن شرح؟ بصراحه التعليقات عم تمرق بسرعه يعني، فدغري يا دوب عم لحق اقرا. وكمان انحذف من التعديل الجديد من سنتين، هاي السنه واللي قبل سنتين تغيرت المساله الثالثه. تماما، هي تابع النسخه الجديده فقط. طيب كمان تابع النسخه الجديده. تمام، نرجع للعلوم عباده، اذا ممكن صفحه 162 صيغ السكريات انسي هديل حفظ، وإذا حفظ ممكن تعطونا طريقة
طريقة نحفظهم. وشكرا كثير. صفحة 162. أنا حاسس كأنه في يعني في عم بصير في خلط كيمياء مع العلوم. هذا كيمياء صيغة السكريات على فكرة. صيغة صيغة السكريات صفحة 162. 162 نتأكد بالكيمياء. أي. إيه حتى في طلاب لهلا عم يبعثوا أسئلة بكالوريا يعني احنا كنا بالفترة الأولى كمان هلا هو مطلوب حفظهم بس بصراحة السماء اجت ولا مرة دورات عنه يعني هنن أخص على العلوم يمكن أكثر من وخصوصي سكر العنب لما بنذكره بيقولوا لنا أخذناه بمادة العلوم تماما تماما هون بصير في تداخل نرجع للعلوم بنرجو ونرجو الرد يعني بإلحاح صفحة 128 بالعلوم مطلوبة اشرحوا لنا اياها صفحة 128 طالما من الكتاب اكيد هي مطلوبة يعني احنا بنقول دائما كل شيء بالكتاب مطلوب تمام هلا صفحة 128 الاسئلة اللي ممكن انه تجي من هي الصفحة مثلا قارن بين الاوعية الدموية والاوعية البلغمية من حيث طرق انتقال المواد خلالها هون لازم نعرف نحن بان الاوعية الدموية بينتقل عن طريقة سكر العناب الحموض الامينية مع واملاح معدنية اضافة الى فيتامينات منحلة بالماء اما بالنسبه للاوعيه البلغميه بينتقل عن طريقه فيتامينات منحله بالدسم وحموض دسمي وجليسيرول طبعا نعم. ممكن يجي ايضا اختيار اجابه صحيحه مثلا سكر العناب نعم. ينتقل عن طريق وممكن نحن نحط اربع احتمالات انه نختار اجابه نعم. منه تمام. ايضا في عندي الامتصاص ممكن يجي مصطلح علمي او رتب مراحل الامتصاص في عندي سؤال اخر ايضا ما وظيفه المعي الغليظ إذا ممكن إنه تجي أسئلة طبعًا عندي رسمة الزغابة المعوية تعتبر هامة أيضًا تماماً. هي بالنسبة للأسئلة يعني مستصعبين الرسمة لأنه فيها كتير مسميات أو آخر حيز بالصفحة فهي بسيطة قبل وبسيطة هي مانا صعبة تمام. طيب نأخذ اتصال من نهى من حلب مساء الخير يا نهى حما من حما نهى مساء النور أهلين رها ما هي أنا ايه رها بس عندي سؤال علوم يلا تفضلي انا سمعت فيكي تشرحي لي مسار الدوره الدمويه الكبرى ايه تكرمي هلا الدوره الدمويه الكبرى اول شيء ليش سميتها بهذا الاسم لانه بيندفع الدم الاحمر القاتم المحمل بالاكسجين من البطين الايسر عبر الشريان الرئوي عفوا الشريان الابهر تمام هلا اول شيء حبيبتي الدوره الدمويه الكبرى سميناها بهذا الاسم لانه الدم بينتقل فيها من القلب الى انحاء الجسم ومن ثم يعود الى القلب مره اخرى هلا مسارها كثير بسيط وسهل بنبلش اول شيء من عند البطين الايسر طبعا الدم هون عم يخرج احمر قانع عبر الشريان الابهر بيروح الى خلايا او جميع انحاء الجسم طبعا بيعطيها الاكسجين وبياخذ منها غاز ثاني اكسيد الكربون فهون بيتحول لونه من الاحمر القانع الى احمر قاتم يعود بواسطة الوريدين الأجوفين العلوي والسفلي إلى الأذين اليمنى. طب عندي سؤال ثاني. تفضل. نعم. عنا بدرس العيوب الرؤية إنه كاتبين مد البصر الطمس وقص البصر الحسر ومد البصر الشيخي القدع. أيوة. بيجينا إنه الطمس والحسر والقدع لا بيجينا اسمعهم إنه مد البصر وقص البصر وهيك. هلا وارد يجي الاسمين هنا حاطين مثلا مد البصر أو الطمس طبعا الأسئلة بتكون واضحة بالامتحان بس المفروض أنا أعرفهم ممكن يجي اختيار إجابة صحيحة. ينذكر كلمة منه هي أنا فهمت سؤال رها رها بالنسبة لأنت سؤالك أنه بيتداخلوا مع بعض أحيانا الطمس أنا بتحتاري أنه هل هو مد ولا هو حسر صار صح؟ ايه صح أستاذ هيك أبطي فأنا بقول لك طريقة تربطيهم مع بعض من البعض هلأ إذا عندك طمس هو المد احفظي حرف الميم مشترك بيناتهم والقصر البصر هو نفسه الحسر حرف الراء هو المشترك بيناتهم تمام؟ أيه. يعني إذا إجا حسر عرفي دغري هو قصر البصر الخيار وين صار؟ أمام ولا خلف الشبكية؟ إذا قصر خلف ولا أمام؟ خلف الخلف يعني امتد يعني أخذ مسافة لورا يعني امتد لجوا هو المد بالقصر اسمه قصر لأنه صار أمام الشبكية يعني قرب فينا نقول قرب كتير من الداخل إلى القزحية أو الجسم البلوري تمام يا روها يعطيك العافية أستاذ بس ركزي على هالقاعدة حرف الميم وحرف الراء الطبس هو المد والقصر هو الحسر تمام يعطيك العافية موفق إن شاء الله بنرجع للكيمياء هلا هون مكتوب إن شاء الله لحق التعليق
الالكانات والالكينات والالكانات بالكيمياء انه مو مكملين بالكتاب، مكتوب بس لمركبين مطلوب مننا نعرف البقيه؟ لا مو مطلوب. طيب بالكيمياء بيجي سؤال ما طرق تشكل الاملاح، وفي كمان سؤال ثاني شرح بين يعني الفرق بين الدور والتواتر، انه ما الفرق بين الدور والتواتر؟ ذكر الأستاذ من شوي كمان إجا نفس السؤال، بيجينا هو سؤال أكمل المعادلة التالية مع موازنة وحدد نوع التفاعل أو سمي ممكن المركب الناتج أو اكتب صيغته الأيونية، هي السؤال بشكله العام. فيزياء صفحة 17 المسألة الثالثة من هشام مهمة 17 أنه عم يقول هي مهمة مثلا مطلوب المحيط. نفس السؤال كمان محذوف في طبعة قديمة. طبعة قديمة معناها هو لأنه الوقت اللي تغير الكتاب كان فيها شوية فتعدلت بعد. طيب الكيمياء صفحة 103 مسائل من جنى سويد كيمياء، منشوف شو في بال 103 بلكت منقدم إذا في شي ملاحظة مثلا. 103 أمواج مو كيمياء، فيزياء مظبوط. هي مكتوب كيمياء صفحة 103. هلا هو 103 ما في مشكلة إذا قايلة أي مسألة. في شيء لا بس هيك في شيء ملاحظة بهاي الصفحة. هي مسائل. مسائل يعني تماما. طيب خليني آخذ سؤال بالكيمياء. ممكن نطبق قانون التركيز اللغرامي، هاي بكالوريا صرنا صح؟ لا في عندهم تركيز ممكن يكون بدلالة التركيز المعنى. المولي اللي هو التركيز المولي. التركيز المولي في قاعدة التركيز اللغرامي زائد كتلة مولية كاتبة. سؤال هو ضرب مو زائد ضرب لا موجود هذا القانون بالحادي عشر والبكالوريا نحن بالتاسع مو مطلوب منه تماما. طيب علوم اذا اجت الدوره الدمويه يعني كيف انا بكتبها بالامتحان انسي هديل؟ هلا اذا رتب بدنا نذكر الجمل مثل ما انه نحن او فينا نعمل مخطط بس انه هلا حسب ممكن يجي مقارنات مثلا او رتب. هي سألت انه كيف انا بعرف الدوره الدمويه الكبرى من الصغرى؟ تمام. نحن بس نربطهم بكلمه مسار، يعني المسار اللي بيسلكه الدم بالاطول الاطول هو تماما. كمان في عندنا هون مجموعه اسئله من ياسمين عمري بالصفحه 38 بالصح والخطا علوم السؤال الرابع، كم ثلم للنخاع الشوكي انسي هديل؟ تمام. لانه كاتبين بالصح والخطا بدليل بنرجع دليل المعلم، ما بعرف هاي كيف منتشر بين الطلاب يعني دليل المعلم. كاتبين انه له ستة اسلام. هلا كاتبين انه للنخاع الشوكي ثلمان اماميان وثلمان خلفيان. هلا هي جمله خاطئه لانه انا في عندي ثلم امامي سلم خلفي واربع اسلام جانبيه. نعم. لهيك انه عم تسال الصبي تمام نرجع بناكد دليل المعلم للمعلم للتوضيح. الطالب بده يتخربط فيه اذا طلابنا اللي عم يدرس او عم يطلع دليل المعلم بده يخربطه تماما. يعني الغايه انه من الدليل المدرس يوصل الفكره للطالب، طبعا هو مدقق ومعلوماته كلها صحيحه، فهون عم تسال انه كيف ست اسلام، انه برجع بعيد في عندي سلم خلفي، سلم امامي واربع اسلام جانبيه، طبعا ناخذها بالتفصيل نحن ان شاء الله بكتاب البكالوريا. اتصال من ايمن من ريف دمشق. ايمن مساء الخير. ايمن عم نسمعك تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا اهلا يا ايمن، اسئلتك. أيمن اسمعنا من السماعة مشان نكسب الوقت والصوت ما ياخد وقت ليوصلك ويوصلنا لو سمحت. بدنا نسأل الأنس العلوم كيف شلون هي ترتيب عملية الامتصاص؟ عملية الامتصاص. الامتصاص نعم. هلأ نحن معنا تعريف الامتصاص بالصفحة 128 إذا معك الكتاب. معك كتاب أيمن؟ هلا كمرحلة أولى بتنتقل نواتج الهضم النهائية من لمعة المعي الدقيق، فينا نعتبرها هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية إلى خلايا مخاطية المعي الدقيق. تمام؟ بعدين ثلاثة في عندي الذغابات المعوية وأربعة منها إلى الدم أو البلغم. أو فيك تقول منها إلى الدم أو البلغم عبر الذغابات المعوية لأنه الذغابة المعوية فيها وعاء بلغمي وفيها وعاء دموي. هي مرحلتين. تمام. هلا في مواد بتنتقل عبر الاوعيه الدمويه وفي عندي مواد بتنتقل عبر الاوعيه البلغميه. تمام. ممكن يجي يرتب مراحل امتصاص من تعريفه نفسه يعني. طبعا احنا لازم نعرف مين هي المواد اللي بتنتقل عن طريق الاوعيه الدمويه والمواد اللي بتنتقل عن طريق الاوعيه البلغميه. معي انت ايمن؟ ايه. تفضل في سؤال ثاني. الفيزياء والكيمياء. الفيزياء. ايه تفضل. نعم. تفضل أيمن. يلا السؤال.
سؤال المسألة السادسة. أيمن خليك من السماعة عم تسمعنا لو سمحت، لأنه عم يتأخر صوتك ليوصل لإلنا. المسألة السادسة. المسألة السادسة. طيب مسألة السادسة وين بأي صفحة؟ صفحة 85. صفحة 85 كمان نفس جاوبنا عليها طبعا. الارتفاع السادسة. انقطع الاتصال للأسف تبع نعم. الساق. طيب المسألة السادسة لح بحكي عليها بصورة عامة. نعم. الساق متجانسة ومنعرف الأجسام المتجانسة، مركز الثقل لإله هو مركز التناظر فرح يكون بالمنتصف. قوة الثقل W كمان أخذناها بصف السابع، مركز نقطة التأثير هي مركز ثقل الجسم اللي هو من منتصف، فدائما لح تكون بالمنتصف، والمسافة هون لح تكون واحد بواحد. نعم. ومؤشر لي على القوى رد الفعل والإف. يعني هل هي تصنف من الأسئلة الصعبة مثلا ولا المطروحة بالنسبة للطلاب؟ يعني هدول المسألتين الرابعة والسادسة ذكروا فقط في أسئلة الوحدة، يعني هن ما تكرروا بأسئلة الدرس. معناتها مطلوب من الطالب يطلع على طريقة طرح السؤال اختلف عليهم، يعني أنه الطريقة الاستنتاجية للعلاقة الرياضية يعني بدهم إياها واستنتاج المطلوب. يعني متعودين هنون يحسبوا زراع واحد وأخوة واحد، هون عندي ثلاثة. نعم. فأثرت شوي يعني. معناتها بننصحه ان احنا يطلعوا على نموذج محلول صحيح بصوره صحيحه من مصدر موثوق ويحللوها ويدرسوها اكثر. اذا عمر من دمشق كمان اتصال من عمر. مساء الخير عمر. عمر عم نسمعك تفضل. ايه ذكاتك بس سؤال فيزياء صفحه 91 فيزياء المساله الاولى صفحه 91. نعم. المساله الاولى طلب الثالث. نعم. تحولات الطاقة خلال هزة كاملة. اي بس شرح بعد اذنك. طيب انت دارس بالتحولات السرعة اللي كان اعطيني اياها. نعم استاذ ما بسمع. تحولات السرعة اللي موجودة بالدرس بتعلمت. تعال نستنجي استنتاج يعني. الو. الصفحة 89 تحولات السرعة. فقدنا الاتصال للأسف. طب ممكن نحن نعطي هيك معلومة عامة عنا. طيب. فكرة عامة بالوضعين الطرفيين اللي حتكون السرعة معدومة وبالتالي الطاقة الحركية معدومة. فالطاقة هي طاقة كاملة سخالي. بلحظة الوصول لوضع التوازن الارتفاع اللي حيكون معدوم، فالطاقة الكاملة معدومة والطاقة كاملة اللي حتكون حركية. نعم. هي تطبيق قوانين فقط ولا فيها شيء استنتاج؟ فكرة. هلأ أنا حددت موضع أو نوع الطاقة بالموضعين الطرفيين والموضع التوازن. نعم. هلأ التحولات عند الاقتراب من وضع التوازن عم تزداد السرعة وبالتالي تزداد الطاقة الحركية، وبس إنها ابتعدت عن وضع التوازن عم تنقص السرعة وبالتالي تنقص الطاقة الحركية. يعني بتزداد الكلام. طيب هلأ هم في سؤال كتير عم يتكرر بشكل مو طبيعي، إنه السؤال يلي مر سابقا بحساب التركيز المولي بدلالة التركيز الغرامي إذا استخدمته ممكن يكون مقبول؟ هلأ بسلم التصحيح طالما قانون صحيح من قبل طبعا. ناخد اتصال من الياس من حما. مساء الخير الياس. أهلا بس ممكن سؤال. تفضل. الفيزياء. فيزياء أي صفحة؟ هي جايبين بأسئلة قارن بين سرعة جسيمات ألفا وبيتا وغاما. نعم. بس شو السرعة؟ نعم. السرعة بالنسبة للجسيمات، جسيمة ألفا تعتبر نواة، وتعلم أن النواة هي أثقل شيء في الذرة فلح تكون سرعتها بطيئة. إيه؟ البتا هي عبارة عن إلكترونات عالية السرعة، هو كاتب لك جنبها عالية السرعة. وآخر شيء الأمواج الكهرطيسية تمشي بسرعة الضوء مثل المسألة الموجودة بدرس الأمواج، وأكيد أسرع شيء لح تكون أمواج جاما. أشعة جاما. في سؤال تاني إلياس؟ لا يسلموا. بالتوفيق ان شاء الله. كمان سؤال عم يتكرر كتير يعني مش شوي كتير، انه الكيمياء النوويه شو بيجي فيها؟ يمكن هي خامس مره صار. يعني اكثر من 200 نشاط الاشعاعي هنا ليه خايفين منه؟ بالعكس يعني هو درس كتير درس ممتع وكتير بسيط وحلو بيلاقوه باخر بعد مجهود تعب من المسائل. خفيف يعني معلوماته خفيفه. يعني اسئلته الرئيسيه بنرجع بنقول هي مقارنه بين جسيمات الفا وبتا وجاما اللي حكى عنها. بس هو يمكن على ما يبدو بضل في تخوف من الابحاث من الاخيره. هلا يمكن في ناس بتقطع على عجاله يمكن، او في ناس ما بتلحقها يمكن. هيك يمكن يعني هذا ما مبرر معناتها. طيب من عباده عم يقول انه ممكن يجينا كيف بيتشكل الملح صفحة 155.
اذكر هنو ذاكرين بالكتاب سبع طرق لتشكل الاملاح يعني انه سؤال نظري عدد ممكن هيك بيقصده دائما بيجي السؤال عن المعادله اكثر مع انه اكتب كيف بدي شكله تماما بنرجع للسيدرا لشرح انقسام الخليه كيف تنقسم الخلايا عن سيهديل تمام هلا نحن قلنا في انه عندي نوعين من الانقسام انقسام خيطي وانقسام نصف طبعا الغايه من الانقسام هو زياده عدد الخلايا لازم اعرف انه الانقسام الخيطي بيطرا على معظم الخلايا الجسميه والانقسام النصف بيطرا على الخلايا الجنسيه الام المولده للاعراس طبعا الغايه من الانقسام الخيطي زياده عدد الخلايا اما الانقسام النصف انتاج الاعراس نعم مراحل الطاقه بمثال الارجوحه من هنادي هي مراحل سقوط أو مراحل اهتزاز مع العلم أنه مذكور بدرس الطاقة ما الدمج هيك مكتوب تماما بدرس الطاقة في سؤال عن الأرجوحة وبين تحولات الطاقة وبدرس الاهتزازات كمان موجود عندي فكرة النواس نعم اي مزبوط فينا نربط فيهم وهلا جبنا عليه طيب بشر شرح عم يطلب شرح مبسط للاستقلاب بالعلوم يعني شو يعني استقلاب خلينا نعطي شو الفرق طبعا. بين تفاعلات التفاعلات الاستقلاب هي عباره عن تفاعلات متعدده تجري داخل خلايا الجسم هون نحن لازم ننبه لكلمه داخل خلايا الجسم ولازم نعرف نحن بانه تفاعلات الاستقلاب بشكل عام في إلى نوعين طبعا في عندي تفاعلات البناء وفي عندي ايضا تفاعلات الهدم فمثلا عندي بدرس الاستقلاب بالصفحه 163 في عندي جدول ممكن مثلا ان ياتي سؤال قارن بين تفاعلات البناء وتفاعلات الهدم من حيث الوظيفه والنواتج هلا هون بالنسبه مثلا لتفاعلات البناء من حيث الوظيفه بنقول نحن ربط المواد الغذائيه البسيطه في الخلايا باستخدام الطاقه من حيث النواتج ينتج جزيئات كبيره لبناء انسجه الجسم وتعويض ما يتلف منها اما بالنسبه لتفاعلات الهدم بتتم الوظيفه اكسده المواد الغذائيه في الخلايا باكسجين الهواء والنواتج ينتج طاقه لازمه لحياه الانسان اضافه الى مجموعه من الفضلات طبعا هي المراحل هي كلها بتتم داخل خلايا الجسم تماما ايضا بالعلوم صفحه 232 انسي هديل تمام. بالنسبه للسويداء تمام. السؤال الاول فينا نكتب فقط هي ماده مغذيه لا هلا لازم نذكر هون كلمة الرشيم أو جنين نباتي لازم نعرف نسيج مغذي لمين فالإجابة الصحيحة الكاملة منقول نحن بأنه السويداء نسيج مغذي للرشيم في أثناء إنتاج البذرة أو ممكن أن نكتب بديل الرشيم كلمة جنين نباتي نعم. يعني بتنقبل بس لأن نحن حتى يكون جوابي كامل نسيج مغذي للرشيم في أثناء إنتاج البذرة ناخد اتصال من محمد من حما مساء الخير محمد أهلا مساء النور تفضل أسئلتك بس ممكن عندي سؤال بالفيزياء نعم تفضل معك بدي شرح سريع لدرس الحركة الاهتزازية درس كامل في شيء محدد منه الحركة حاوره أستاذ حسام أنت يعني أستاذ الفيزياء رح تفهم أكثر مني عليه الحركة الاهتزازية عندي خمس تعريف أساسيات بدي أحفظهم تعريف الحركة الاهتزازية الحركة الدورية سعة الاهتزاز الدور والسعة حافظهم لهالتعريف؟ ايه حافظهم تمام هلا بدي افهم شو معنات كلمة هزة كاملة وبدي اعرف كيف قانون الدور والتواتر والعلاقة بيناتهم حافظ القوانين والواحدات والرموز؟ ايه حافظهم بس عم خربط بين الدور والتواتر الدور كتعريف هو زمن هزة واحدة عملت هزة كاملة اكلت معي ثانية فمعناته زمن هالهزة الكاملة هو ثانية واحدة برمز له بتي ولاحظ التعريف زمن كلمة زمن يعني شو لح تكون نفس رمز الزمن تي كبيرة والواحدة الثانية التواتر هو مقلوب الدور عدد الهزات خلال واحدة الزمن شو معنى كلمة مقلوب يعني واحد على الاف يساوي واحد على تي والتواتر شو واحدته الهرتز الهرتز هي بالجملة الدولية وإذا بدي استنتاج مثل أسئلة الوحدة الثاني ناقص واحد لا تمام حافظوا للدرس بس حل مسألتين كمان تمام وشوية ثقة كمان بالضبط شوية ثقة يعني ما حدا يخاف هو أساسا بس يصير في خوف تنفقد الثقة فهون بصير في خلل بالدراسة وبالتذكر حتى كمان محمد هاي أسئلتك كانت شكرا ممكن سؤال كيمياء
سؤال كيمياء؟ تفضل تفضل يلا. شو السؤال؟ هلا بالاخر شيء مساله السطرين، المعادله تجي مكتوبه ولا انا بدي اكتبها؟ المعادله تاتي مكتوبه. مكتوبه هلا بصف التاسع بتجي، بس بالبكالوريا هني بدهم يكتبوها. تمام. فيطمنوا يعني، ما في شيء بخوف من المساله، بالعكس هي مساعده طبعا، مساعده اكيد اكيد، يعني ما في داعي للخوف. محمد شكرا لاتصالك. طب نحن رح نطلع لفاصل قصير، وبعد الفاصل بنرجع مشاهدينا، خليكم معنا. قد سهرنا قد تعبنا، لكن أبدا ما مللنا ما مللنا. قد سهرنا قد تعبنا، لكن أبدا ما مللنا ما مللنا. للأمام سائرون، للمعالي صاعدون، ناجحون ناجحون، إننا لناجحون. اجتهدنا الليل قمنا، ما وهمنا بل عزمنا، اجتهدنا الليل قمنا. على المكاري صابر، قمم الفخار صاعدون، ناجحون ناجحون، إننا لناجحون. في الليالي أين كنا، سائلوا التقييم عنا. في الليالي أين كنا، سائلوا التقييم عنا. للفلاش تاركون، للكتاب قارئون، ناجحون ناجحون، إننا لناجحون. ناجحون ناجحون، إننا لناجحون. اسمعوا يا حاضرون، إننا لناجحون. ناجحون ناجحون، إننا لناجحون. اسمعوا يا حاضرون، إننا لناجحون. إذن مستمرين لحنا مشاهدينا بتلقي الاتصالات والتعليقات بما تبقى من وقتنا. نحن بقى معنا تقريبا فينا نقول ساعة للعلوم العامة للجلسة الامتحانية بالتاسع الأساسي. رح نرجع ناخد تعليقات، اللي هي بصراحة ما عم توقف التعليقات، إنما حسب الوقت والأسئلة اللي ما عم تتكرر كتير الأولوية لإلها. بتمنى أنه من الكل يعذرونا، ونحن كمان مستمرين في الغد إن شاء الله بيكون في عنا جلسة امتحانية للعلوم. هلأ شامل علا عم تقول لو سمحتوا تفاعلات الاتحاد والتفكك، حفظ يلي بالكتاب فقط، وأنه في طريقة لحفظه ولا حفظ بصم، وبيجي بالفحص بس يلي بالكتاب ولا لا ممكن يجي شيء إضافي على الكتاب. هلا بالنسبة للتفاعلات الأربعة وأنواعهم، لا أكيد مطلوب منك التفاعلات اللي انذكرت بالدرس وأسئلة الدرس. بالنسبة لأنه حفظ بصم ولا لا، هلا الصراحة بالاتحاد والتفكك النواتج يعني غالبا هي بدها تكون محفوظة، ولكن مثلا مثل بالتبادل الثنائي ممكن نفهم طريقة البعيد مع البعيد والقريب مع القريب. أما تفاعلات التبادل الأحادي أو الإزاحة فكمان بتعتمد على فهمنا لسلسلة الإزاحة، واللي هي أنه العنصر القوي بالنشاط الكيميائي قادر على أنه يزيح العنصر الأقل نشاط كيميائيا، والعكس غير صحيح. فالقصة بتعتمد على الشقين. وفي عنا القاعدة الأساسية اللي ممكن كمان تمر معنا بكثرة، اللي هي أكسيد معدن زائد ماء بيعطينا هيدروكسيد معدن، هي بتفاعلات الاتحاد مثلا CaO زائد H2O بتعطينا CaOH على القوس 2، واللي بينذكر أمثلة عليها، فبنطبق نفس القاعدة. نعم. يعني بس هي بشكل عام قواعد التفاعلات. اتصال من مصطفى من حما. مساء الخير مصطفى. مساء النور. بس في العلوم. العلوم نعم. أي فضل. صفحة أي درس؟ صفحة 190. تفضل. 190 السؤال الخامس. أيوة الخامس. هوني إذا انقسمت خلية في ورقة نبات. أيوة. بس السؤال التالي تيجي ايه تمام الطلب التالي
إذا انقسمت خليه في ورقة نبات ما عدد صبغياتها 12 صبغي. أيوه. عم يقول لي ما نوع الانقسام في هذه العملية. هلأ هون ما ذكر شيء إنه أعراس، تمام؟ خيطي. معناتها بيكون الانقسام خيطي. أحسن. خيطي. كم عدد الخلايا الناتجة عن هذا الانقسام؟ نحن بنعرف إنه الانقسام الخيطي بينتج عنه خليتان. أيوه. إذا بنكتب نحن خليتان. مشان بتخربط بين عدد الخلايا يا شاطر وعدد الصبغيات، عم يسألني عن عدد. أيوة. الخلايا بقول خليتان. أما بالنسبة لعدد الصبغيات في كل خلية من الخلايا الناتجة عن هذا الانقسام، الجواب هو 12 صبغي، لأنه بيكون نفس مماثل للصيغة الصبغية للخلية الأم. طيب ماشي، شلمه. لأنه بس تنتبه لعدد الخلايا وعدد تمام. الصبغيات ما تخربط. أيوة. وفي شغلة مصطفى، لما هني بالسؤال قالوا لك إنه ورقة نبات، فأنا عرفت إنه هي خلية. أيوة. جسمية، جسمية وليست جنسية. برجع بنوه، الجسمية هي اللي بتنقسم انقسام خيطي. خيطي. أما الجنسية بتنقسم انقسام منصي. والخلايا الجنسية وين بتكون موجودة مصطفى؟ موجودة بالغدد الجنسية بجسم الإنسان، يعني بالمبيضين. أيوة. والخصيتين. هدول حصرا بينقسموا انقسام منصف. منصي. بيكون نتيجة كل خلية كانقسام شو بيكون؟ كم خلية بتعطينا؟ أربعة. ذكرت العنسي هديل بالمخطط. وعدد الصبغيات بيصير فيه تنصيف بالمرحلة الثانية. أيوة. في سؤال تاني مصطفى؟ بس سؤال كمان بالفيزياء. بالفيزياء عم يسمعوك الأساتذة، تفضل. صفحة 57. نعم. مثال محلول. مثال محلول هو؟ ايه مثال محلول هوني بس بالمسألة منين جبنا الزراعة؟ الزراعة كاتب لك من الشكل، يعني المسطرة بس يمكن ما أنا واضحة بالطباعة عندك. هي لونها حمراء. ايوة ايوة بالضبط. وضحت الصورة مصطفى؟ ايه. احيانا الالوان هي بتقدم حل فعلا، بس ما برجع بقول لك بس لحنا نكون عم ندرس اي مادة علمية اي محتوى علمي نكون نحن مرتاحين قد ما فينا. بتمنى لك توفيق مصطفى. منروح لدمشق لرفاه. مساء الخير رفاه. مساء النور. تفضلي اسئلتك يا رفاه. الله يعطيكم العافيه. يا اهلا وسهلا. ممكن بس اسال سؤال؟ نعم تفضلي. هلا الصيغه المنشوره والصيغه النصف منشوره بالكيمياء بالالكينات، ممكن بس اذا شرحتها؟ ممكن تعيدي بس اخر شرح؟ الصيغة المنشورة والصيغة النصف منشورة. أيوة المنشورة والنصف منشورة. الصيغة المنشورة بالألكينات. بالألكينات. هلأ بدك إشرحها ولا تميزي شو الفرق بيناتهم؟ لا زكاتك شلون بقدر ارسمهم يعني. طيب أول شيء مثلا البروبان، البروبان بدي أعدد أول شيء عدد ذرات الكربون. كم ذرة كربون عندي؟ بروبان؟ ثلاث ذرات كربون، فبرسم ثلاث ذرات كربون. تمام. هلأ اللاحقة للبروبان ألف ونون، فلك أنا عرفت إنه هو من الألكانات ونوع الرابطة بين ذرتي كربون كربون أحادية. تمام. فبحط الرابطة الأحادية. بعدين هلأ بدي أكمل لعدد روابط الكربون. الكربون كم رابطة مشتركة بيعمل؟ تقريبا بيعمل أربعة بالدرس الأول. أربع روابط مشتركة. فهلأ أنا بحاول كفي العد بالهيدروجين للأربع ذرات. فذرة الكربون الأولى عاملة رابطة واحدة، إسا بدها ثلاثة. تمام. ذرة الكربون الثانية عاملة رابطتين، إسا بدها تنتين. وآخر ذرة كمان بدها ثلاثة. تمام. إيه. هاي بالنسبة للمنشورة بتبين نوع الروابط بين الكربون كربون وكربون هيدروجين. أي نصف تمام. المنشورة نفس المبدأ بس ذرات الهيدروجين بكتبها كرمز ورقم جنبها، يعني بدها ثلاث ذرات هيدروجين بكتب اتش ثلاثة. تمام. تمام. إيه. في سؤال تاني رفاه؟ لا لا شكرا كثير. بالتوفيق ان شاء الله. بنرجع للتعليقات. في عنا هنادي الزين عم تقول حساب الاستطاعه بمساله الطاقه وارد بما انه في طلب انه احسب العمل. احسب العمل واحسب الاستطاعه بالدرس الثاني بالكهرباء والمغناطيسيه. مظبوط انه وارد ممكن يجي هذا السؤال. ممكن لك. طيب بنرجع لدرس الجهاز العصبي المحيطي الطرفي. شو المطلوب هلا بنجاوب عليه انسي هدي، ولكن بس لناخذ نايا مشان ما ننطر على التليفون من دمشق. مساء الخير يا نايا. نايا تفضلي عم نسمعك. بس عندي سؤال بالعلوم. بالعلوم. تفضل. نعم تفضل. سؤال بالعلوم. تمام. هلا اوراق العمل الموجوده بالعلوم تمام هدول الحفظ
يعني للفهم انه بنفهم نحن الفكره فيهم. وهلا مثلا مثل عندي انا مرض السكري، يعني انتم لا مو ملاقيين صعبين كثير يعني انهم هلا مرض السكري. شو سبب مرض السكري يا شاطره؟ ارتفاع بهرمون. ارتفاع الهرمون ولا نسبة السكر؟ بصير في عندي نسبة السكر نتيجة انخفاض مين؟ أي هرمون؟ نتيجة انخفاض أي هرمون؟ نقص إفراز هرمون الأنسولين. هلأ هون الفكرة هي موجودة بالدرس، يعني موجودة بالدرس أنه سبب مرض السكري مثلا نقص إفراز هرمون الأنسولين. هلأ ورقة العمل تكملتها، يعني أنه شو أنواع السكري مثلا، كيف تروح علاجه الوقاية، حتى نحن من خلال فهمنا يعني لهذا المرض أنه بنستطيع الإجابة، يعني مو أنه أني أحفظهم كلمة كلمة، أنه نحن نفهمهم ونحاول ربطهم مع أفكار الدرس. تمام، يعني بس هنا للفهم للاطلاع يعني. لا مو للاطلاع، للفهم، لحتى تعرفي كيف تجاوبي على السؤال، يعني مو اني احفظهم بصم كلمه كلمه. هلا مثل تمزق الاربطه، كثير مثلا نسمع نحن بالعاميه بيقولوا انه فلان معه تمزق اربطه، طب ما لازم نحن نعرف شو يعني تمزق اربطه مثلا، ليش بيصير، شو اعراضه، انه ما هيك. طب هذه معلومات كلها طبيه، وبالعكس ورق العمل كثير حلوه وممتعه، وبنلاحظ نحن بانه معلوماتها لحياتنا العمليه. تمام، شكرا كثير، موفقة. يا هلا. كمان نرجع لدرس الجهاز العصبي المحيطي لتعليق سيدرا. شو المطلوب حفظ؟ انه كله جداول وما عم بعرف شو بدي احفظ من هذا الدرس. الجهاز العصبي المحيطي الطرفي في عندي اسئلة كتير، يعني هلا بدايته مثلا لازم اعرف انا ما وظيفة الجهاز العصبي المحيطي. في عندي ايضا خارطة مفاهيم، في عندي رسمة العصب كتير كمان اجت بدورات قبل. ممكن أيضا مقارنة بين الأعصاب الدماغية والأعصاب الشوكية من حيث العدد ومن حيث توزعها. أيضا إجا بأحد الدورات حدد موقع العقدة الشوكية، وهون لازم ننتبه عليها أنها توجد على الجزر الخلفي الحسي للعصب الشوكي. في عندي تجارب الضفدع، ممكن عم تسأل كيف بيجوا. هلأ مثلا ممكن أن يأتي سؤال على الشكل الآتي، ماذا ينتج عن قطع الجزر الخلفي لعصب شوكي؟ نحن نعرف بأن الجزر الخلفي بينقل السيالة العصبية الحسية، وبالتالي عند قطع هذا الجزر النتيجة هي فقدان الحساسية في المنطقة المتصلة بالعصب. أيضا ماذا ينتج عن قطع الجزر الأمامي لعصب شوكي؟ نحن بنعرف بأن الجزر الأمامي كوظيفة بينقل السيالة العصبية الحركية، وبالتالي ينتج عن قطعه شلل في المنطقة المتصلة بالعصب. أيضا سؤال، ماذا ينتج عن قطع العصب الشوكي؟ طبعا العصب الشوكي بينقل السيالة العصبية الحسية والحركية، وبالتالي هون النتيجة رح يصير فيه شلل وفقدان الحس بالمنطقة المتصلة بالعصب. يعني جدول التجارب ممكن يجي منه ماذا ينتج، وممكن يجي وظائف. عبارة عن قراءة صورة هو. تماما. الصورة كيف ما. طيب في سؤال تاني، ناخذ اتصال اذا من شهد من ريف دمشق. مساء الخير شهد. مساء الخير. شرح المسألة الثانية بالصفحة 145. لحظة شاهد، خليكي شوي شوي. أول شيء شو المادة؟ كيمياء. كيمياء، شو هي المسألة أو أي الصفحة؟ 145. 145 كيمياء، نعم. وأي مسألة، أي سؤال؟ الثامن. الثامن ولا الثاني؟ الثاني. الثاني. السبيكة. نعم، تفضلي أنسي أماني، معك هي. مسألة السبيكة اللي من شوي كمان شرحناها، الفكرة العامة تبعها يمكن الطلاب اللي عم تخاف منها هي كتابة المعادلة، إنه لما بينذكر عنا سبيكة أكثر من معدن، فنحن بنعمل كل معدن لحال بمعادلة مع الحمض المرافق له، فالحديد والنحاس بنكتبهم بمعادلتين منفصلتين، يعني ما بنجملهم بمعادلة واحدة، يمكن هذا الخطأ اللي عم يوقعوا فيه. وبعدين من خلال مسألة السطرين وكتابة المعادلة بنحسب كتلة الحديد، بنطرحها من كتلة السبيكة الكلية فبتطلع معنا كتلة النحاس. ولحساب النسبة المئوية كمان بنقلهم انه كل 4 جرام كتلة السبيكة تحوي على كذا اكس مثلا حديد، فبالمية قديش بنحصل على النسبة المئوية، بنطرحها من 100 بتطلع نسبة النحاس المئوية. بس يمكن هي البداية كتابة المعادلة المنفصلة لكل من الحديد والنحاس، مع العلم أن النحاس لا يستطيع إزاحة الهيدروجين، بينما الحديد بيتم التفاعل بيطلع عنا FeCl2 زائد H2. تمام. في سؤال تاني شهد؟ لا يسلمك، شكرا. رفيدة من اللادئية، مساء الخير رفيدة. مساء النور، مرحبا. يا أهلا وسهلا، تفضلي أسئلتك. يعطيك العافية يا رب. الله يعافيك يا رب. بس كنت بدي أسأل على العلوم. نعم. كيف فينا من الرسمات نحفظهم أو نركز عليهم، لأنه شوي عم واجه من العلوم مشكلة بالرسمات.
نعم الرسمات بمختصر لانه نحن جاوبنا هلا الرسمات نحن حافظين مثل ما قلنا نحن الفقره مثلا عندك انت رسمه القلب لازم نعرف نحن مثلا بانه القلب بواسطه حاجز عم ينقسم لقسمين في عندي قسم ايمن وايسر لازم اعرف بانه في عندي حجرتان رخوتان بالاعلى هنن الاذينتين انا وعم احكي بحاول ارسم شكل تقريبي للشكل بالكتاب يعني مو ضروري تكون نسخه طبق الاصل عن رسمه الكتاب يعني معتمد على الذاكره البصريه ربطا بالشيء النظري اللي عم ندرسه هو مو مشان الرسمي يعني بقى الفكره انه انت مشان تثبتي معلوماتك النظري يعني مشان ما ننسى نحن الدرس وقت انا برسم شكل هيك تخطيطي يعني قريب لشكل الكتاب بحاول يعني بتذكر الافكار النظريه كثير وما بقعد بنسى الدرس توصلت الفكره طيب في عندنا هون من سلام ألمع عم تقول آنسي هديل ماذا يعني شفع هرموني تمام هلا الشفع الهرموني يعني هرمونين بيعملان بشكل متعاكس هلا مثلا مثل عندي الانسولين والجلوكاكون بنقول نحن هذول عندهم شفع يعني هرمونين مثلا واحد مسؤول عن طبعا رفع نسبه سكر العنب في الدم وواحد مسؤول عن خفض نسبه سكر العنب في الدم في عندي ايضا من الاشفاع الهرمونيه ممكن نذكرها نحن الكالسيتونين والباراسورمون وهذول مطالبين فيه واجا باحد الدورات الفيزياء صفحة 82 السؤال الرابع انه ليش اخترنا الجواب دال من رباب علي الصفحة بعد الصفحة 82 السؤال الرابع بتعليق على الفيس طبعا لماذا اخترنا الجواب دال لانه هو اللي بيمثل المزدوجة بالنسبة للشكل رقم A شدة القوتين الممثلة بالسهمين مختلفة نعم لانه الاف واحد اطول من الاف اثنين طيب حساب الاستطاعة من هنادي بمسألة الطاقة وليس بمسألة القوة الكهرتيصية وشكرا إذا لو سمحت حساب الاستطاعة بمسألة الطاقة وليس بمسألة القوة الكهرتيصية يعني في هون شيء استطاعة ما عنه عنا العمل المنجز العمل المنجز يعني معناته السؤال فيه غلط معناته يحسب من خلال الطاقة الكامنة لأنه هو يساوي نعم لا هلأ فهمت عليها يمكن أنه ما حسبنا العمل من الطاقة نعم. فينا نرجع نجيب الاستطاعة لا تمام. هي استطاعة كهربائية أما هي الوحدة ميكانيك استطاعة الميكانيكية بكير إسا عليها وما نذكر بي تمام هلأ مذكور هون الرسمي من نسرين درويش الرسمي صفحة 128 هل هي مطلوبة ويا ريت في شرح 128 أكيد لتكون علوم بس نعرف شو هي الصفحة والرسمي لو سمحتي أنسي هديل 128 128 انه هلا مطلوبة اكيد مطلوبة هي ايه ما في الصفحة 128 رسمة الزغابي الدموية طبعا هي رسمة هامة وجاية بأحد الدورات هلا فيكم تطلعوا لأسئلة الدورات وتشوفوا كيف مرسومة طبعا مو ضروري المسميات كلها تجي مثلا تحديد يعني انه بتجي بعض المسميات منها تماما ناخذ أسامة من دمشق قبل ما نطلع لسؤال عن البلغم أسامة مساء الخير مساء النور تفضل أسئلتك يا أسامة أسامة عم نسمعك تفضل نعم. مساء النور يا أهلا وسهلا شو أسئلتك أسامة هلا في بالعلوم الوحدة الأخيرة تبعيت النباتات نعم أيوه. الوحدة الأخيرة تبعيت النباتات بالعلوم ايه تفضل شو السؤال في سؤال محدد ولا كله ما أنك فهمانة ولا شو هلا الاستاذ نحن ما اعطانا اياها بالمدرسه بالمره قال مو مهمه لا لا ما في شيء الا ما يكون مهم كله هلأ ما لا نحن كل شيء هلا يا شاطر كل الدروس الموجوده عندنا بالكتاب هي مطالبين نحن فيها وحده النباتات كثير هامه لانه مثل ما قلت لكم في تكمله لقلب كتاب البكالوريا هلا هي سهله يعني بنلاحظ نحن انه بس عاريات البذور ومغلفات البذور انه بتعتمد اغلبها على المقارنه احنا فينا نعطيك شوية مفاتيح لتتذكرها بشكل مختصر خلينا نقول مشان نفتح المجال البقية بس في نحن عندنا مخروط مذكر وفي مخروط مؤنث بعاريات البذور المخروط المذكر يا أسامة هو يعتبر زهرة واحدة لأنه بيكون في قنابة واحدة بالأسفل هي غشاء مثل عم تحيط فيه أما المؤنث كل حرشفة أسفل بيكون في قنابة يعني أنا مثلاً ايدي هي الحرشفة من فوق في عندي بزيرتين عاريتين من تحت في مثل هالقلم هذا هو القنابة تمام فالقنابة صار حول الحرشفة الى زهرة فصار المخروط الانثوي يعتبر سنبلة من الازهار بينما الذكري هو
كلياته زهرة مذكرة واحدة، هاي بعاريات البذور، مغلفات البذور بدك تركز انت على الزهرة والمحيطات الزهرية، من محيط السبلات للتويج للمحيط الأسدية بين محيط المدقة، لحتى بالنهاية نحن نعرف وين العضو التكاثري الذكري والأنثوي بالمغلفات وبالعريانات، يعني وبالتالي بده يصير في إلقاح ونتبع دورة التكاثر. بدك بذهن صافي إذا قريته لحالك هالدرس ما بعتقد في شيء صعب، ممكن انك انت تجيبها وتجيب المعلومات، وممكن تستعين بحدا مثلا او 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 مدرس مثلا المادة، تستعين باي حدا ممكن يفيدك بهاي المعلومات. شكرا لك أسامة، بتمنى لك التوفيق والنجاح. بنرجع كمان، كثير عم يرجعوا يسألون عن مسار الذي يسلكه البلغم بعد قيامه بدوره بدءا من الشعيرات البلغمية وانتهاء بالأذين اليمنى. أنسي تمام. هلا بالنسبه لمسار البلغم بدنا نقول نحن بانه تقوم الشعيرات البلغميه بنقل البلغم الى اوعيه بلغميه اكبرها هي القناه الصدريه. طبعا القناه الصدريه بنعرف نحن بانه تصب في الوريد الاجوف العلوي الذي يصب بدوره في الأذينة اليمنى في القلب. نعم تمام، هي بالنسبه لمسار طيب. البلغم ممكن تجي مساله ام السطرين، صار اسم جديد هاي، ففي ام السطرين مثلا، مساله ام السطرين باكثر من ثلاث طلبات مثلا، وهل قد يكون احد طلباتها موازنه مثلا؟ هلا بالكتاب طالبين مثلا اذكر حجم الهواء اللازم للاحتراق. نعم بس كأسئلة الدورات أنا مو مذكور أبدا. عادة هي متعارف عليها تجي بطلبين، يعني ثلاث طلبات، ثلاث طلبات، عدد مولات، كتلة، حجم، والمعادلة بتأتي موزونة وجاهزة، يعني عمليا هي كما بالنموذج المطروح بالتقويم. تمام. طيب اتصال أيضا من محمد من دمشق. مساء الخير محمد. مرحبا. أهلا وسهلا محمد، تفضل عم نسمعك. أهلا بأسئلة الوحدة الأخيرة بالعلوم. نعم تفضل. فكان انه الزهره عند عاريات البذور، انا ما بعرف الزهره غير عند مغلفات البذور، فممكن اعرف عن شو بتتكون؟ هلا الزهره عند عاريات البذور غير الزهره عند مغلفات البذور. عند عاريات البذور الزهره هي عباره عن حرشفه على سطحها العلوي بذيرتان عاريتان، واسفل كل حرشفه قنابي. يعني عند عاريات البذور الحرشفه مع البذيرات العاريات مع القنابي بنقول نحن عنا هون زهره. طبعا هي تختلف عن الزهره عند مغلفات البذور. الزهره عند مغلفات البذور بتتالف من السبلات، البتلات، الاسديه والمدقه. وضحت الإجابة؟ طيب مع المذكر، مخروط المذكر، المذكر ما في أزهار. هلا في عندي أنا المذكر، فينا نقول نحن المخروط كله إذا كان في قنابة واحدة بنقول عنه زهرة واحدة، أما بالنسبة للمخروط المؤنث إذا كان مكون من عدة أزهار معناها عندي أنا هون عدة حراشف، أسفل كل حرشفة قنابة بتكون. يعني احنا بنقيس الزهره بالقنابه قياسا بالقنابه بين المخاريط. تمام تمام، يعني ما فيني اقول انه الزهره هي الحرشفه مع البذيرات بس. لا لا، هلا الزهره بشكل عام عند العاريات ما فينا نقول هيك، هلا حسب عند المخروط المؤنث فيك تقول حرشفه على سطحها العلوي بذيرتان عاريتان واسفل كل حرشفه قنابه. لانه عند عاريات البذور هون عم تكون عندي بشكل مخاريط. تمام. طيب بالكيمياء. نعم. انا كيف بدي اعرف الحديد ثلاثي او ثنائي او ثنائي التكافؤ؟ هلا بجميع معادلات الكتاب او بالصف التاسع ورد انه الحديد والنحاس ثنائي التكافؤ، يعني دائما باي معادله انت بتاخده ثنائي التكافؤ، الا اذا هن رمزولي، الا اذا هن رمزولي، يعني مثلا قال لي بده كبريتات الحديد. ما الاشاره اللي بتعبر عن هذا الشيء انا؟ نعم ما عم اعرف شو الاشاره اللي بتعبر انه هو ثنائي. هلا هو الرمز اللاتيني المتعارف عليه الاثنين او الثلاثه، يعني بينكتب لك قدام الصيغه الكيميائيه، اذا سؤال صيغه راح يحط لك قدامه انه الرمز اللاتيني اللي بيعبر عن الاثنين او الثلاثه، يعني اللاتيني اي دبل اي او الثلاث الحرف الانجليزي الكبير اي يعني. تمام. طيب ممكن يجي معي انا راتب بجزء التفاعل بالمعادله؟ ما فهمت اول شيء. من عيد لو سمحت. هلا انا ممكن يطلع معي راتب ب انه الجزء التفاعل من المعادله بالقسم الايسر، يعني بالنواتج بالمواد المتفاعله يكون راسب. اي فانا بدي بالمعادله الايونيه هذا باي نوع، اذا كان بمواد التفاعل؟ لا فقط المحاليل تؤين. تمام، يعني ولو اذا كان بالتفاعل. لا لا، مثلا عندي معادله اتحاد الحديد زائد الكبريت بيعطيني كبريتيد الحديد. اف اي زائد اس يعطيني اف اي اس. هاي ما فيني اكتب لها معادله تؤين. تمام. اخر سؤال بس، تفضل. العلماء والاضاءه داخلين هذول؟ اي طبعا طبعا.
علوم ولا بالكيمياء؟ لا لا بالكيمياء. بالكيمياء. العلماء حتى بالعلوم داخلين. العلماء لا تبع الإسراء مثلا الإضاءات ممكن. تمام. مثل إضاءة اختلاف ألوان الأملاح، لا هذا سؤال أساسي بسبب اختلاف لون الأيون الموجب. أما إحنا ما عندنا كتير بالكيمياء علماء. شكرا محمد بالتوفيق. هلأ سيدرا محمد عم تسأل إنه كفاءة مردود الطاقة وتحولات الطاقة كيف ممكن يجي؟ كفاءة مردود الطاقة وتحولات الطاقة عم تستفسر كيف ممكن يجي السؤال. هلأ بالنسبة لتحولات الطاقة يمكن يجي كسؤال نظري مثل ما جاي بالمسائل، ما نوع الطاقة في عند أعلى ارتفاع للجسم؟ فبدي أذكر له نوع الطاقة. بالنسبة للتحولات كمان ذاكرينها بالكتاب، تجربة السقوط الحر أثناء سقوط الجسم، الطاقة الحركية عم تتناقص والطاقة الطاقة الكاملة عم تتناقص والطاقة الحركية عم تزداد. تماما. تعليق أيضا من وفاء والنوس، الصفحة 85 المسألة السادسة، بالطلب الأول عادي إذا كتبنا طول الأذرع دون عمليات حسابية يعني هيوفيزيا بيروح علامات يعني؟ هلا ما في غير وحدة بدها عملية حسابية رياضية، يعني الضلع المقابل للزاوية 30 تساوي نصف طول الوتر. تماما. شامل علا لو سمحتوا شرح مبسط للمركبات الهيدروكربونية بالكيمياء. المركبات الهيدروكربونية هيك مكتوب. هلأ المركبات الهيدروكربونية تقسم لنوعين، أول شيء بدي أعرف التعريف. التعريف هي مركبات تحتوي على عنصري الكربون والهيدروجين فقط. نعم. عم بقسمها لقسمين، مشبعة وغير مشبعة. المشبعة تحتوي بروابطها على رابطة أحادية فقط مشتركة. تمام. أما الغير مشبعة ثنائية أو ثلاثية. خريف العمر أو العمر لو سمحتوا ايش الوان الاملاح بالكيمياء؟ حرفيا مكتوب هيك يعني، شو العلاقة هون؟ شو الرابط انت تذكرين ايام او ربطين اياه بما هي عم تلمح لألوان الاملاح بالكيمياء؟ ما في يعني مشكله. هلا اذا بيفتحوا هنا على الصفحه 150 هلا الاضاءه اللي كنا عم نذكرها في عنا هون فكره، يعني فكرة تعليل انه حاطين لهم هنا ملح كبريتات الحديد، ملح كبريتات النحاس، ملح كبريتات الباريوم. الفكرة انه الايون السالب هو كبريتات نفسه، ولكن الايون الموجب هو اللي عم يتغير، فادى الى انه لون كبريتات الحديد اخضر، كبريتات النحاس ازرق، كبريتات الباريوم ابيض. وفي ممكن نقول انه لون ورقة عباد الشمس بالاملاح وبالحموض وبالاسس، ممكن هذا السؤال اذا كمان ورد عندهم، انه بالحموض بيكون احمر وبالاسس ازرق وبالاملاح ورد انه بيكون بنفسجي. تمام. وهي فكرة التعليل للقسم الايون الموجب. هاي كل يعني الالوان اللي بالكتاب. تمام. هذا هي. بنرجع لهنادي كمان، يعني خدي راحتك هنادي قد ما بدك اسألي، يعني عم تقول اخر سؤال لإلي. عنده سؤال بالكيمياء انه كلوريد النحاس هل هو راسب بكلا التكافؤين يعني سي يو سي ال وسي يو سي ال 2 مثلا؟ لا هلا هي الاستثناء اللي ورد بالقاعدة الاملاح انه الكلوريد جميع املاحه ذوابه ما عدا اذا اجى سي يو سي ال بالتكافؤ الاحادي فقط، لكن اذا اجى بالتكافؤ الثنائي بيصير ذواب. تماما. بنرجع للعلوم. انسي هديل بالعلوم صفحه 227. ثانيا طلب الثاني، فينا نحن نختار ب لانه المخروط المذكر بيتكون من حرشفه وكيس طلعه وقنابه، بس الانسي عم يقول انه حليتها جيم لانه المخروط المؤنث حرشفه وبزيره وقنابه. تمام. هلا هون عم يقول لي استبعد الكلمه التي لا تنتمي للمجموعه الاتيه. طبعا هون ما حددنا اذا عند مخروط مذكر او مخروط مؤنث. هلا كلمه حرشفه مع بزيره مع قنابه بنلاحظ نحن بانه هي عم تشكل لي طبعا عم تتواجد عند المخروط المؤنث، اما بالنسبه للحرشفه مع الكيس طلعي مع القنابه عند المخروط المذكر. بس الكلمه الغريبه اللي بنختارها نحن غير الكلمات هي كيس طلعي. نعم. خلود. تمام. الكيس طلعي يعني جيم. خلود عباسي معصبة انه اهم الرسمات ردوا علينا، صار لساعة عم تكتب. نرجع نحكي نحن ما فينا نفضل رسمي على رسمي يا خلود. كل الرسمات مثل ما كل الدروس النظرية مطلوبة، كل الرسمات اللي هي ضمن سياق الدرس النظري
مطلوبه، ولكن برجع بقول في معايير لاختيار تجي الرسمه الامتحانيه. واضحه بتجي سهله، اهم شيء مثلا رسمه المعيد الكليه، يعني حتى رسمات كثير حلوين انه صح وحافظين نحن بنكون مثلا بنيتهم، وبالتالي بيتم رسمهم اسهل. يعني مثلا اذا اجت رسمه مقطع عرضي بالعظم الطويل، نحن بنعرف من النظري شو موجود بالمشاشه من انسجه، شو هي طبقات جسم العظم. هلا حتى نرجع للشيء اللي دارسينه نحن نظريا. المدرس بالصف يعني خلال شرحه للدرس هو بيرسم رسمه بسيطه مثلا على السبوره بحيث انه يوصل الفكره للطالب، ففينا نحن مثلا نرسم هي الرسمه اللي بيرسموها مدرسينكم اثناء شرح الدرس. يعني مثلا لو كان رسمه بسيطه للمعده، مثلا رسمه للكليه، رسمه للخليه العصبيه. تمام. فينا الرسمات البسيطه، مو ضروري انه تكون نفس ال وحتى مو الرسمات في، حتى ورد انه في صور حقيقيه مثل الدماغ وتشريح الدماغ ومقطع عرضي بالدماغ، هي عاده يرشح انه تؤخذ الصوره التخطيطيه، الرسمه التخطيطيه وليس الصورة الحقيقية. عزم القوة في نشاط ب أو بدرس عزم القوة بالفيزياء، ممكن شرح إنه ما عم نعرف نحله وإجا سؤال على نمطه في دورة سابقة. عزم سؤال من سيدرا محمد. إذا درس عزم القوة بالفيزياء شرح نشاط صفحة 41. ما ذاكري صفحة سيدرا، بتمنى انه تذكري الصفحة وتفصلي اكثر بالسؤال. بس بدرس عزم القوة انه بالفيزياء ممكن شرح هلا في اجى سؤال على نمطه بالدورة السابقة، هيك عم تذكر هي. احدد الشكل الذي يكون فيه عزم القوة معدوم وموجب وسالب. هلا عزم القوة يكون موجب اذا كان التدوير او الدوران عكس عقارب الساعة، سالب الدوران مع عقارب الساعة. يمكن عم تلاقي صعوبة بمعرفة جهة التدوير. نعم. فأنا بدي انتبه على الثقل لوين عم بيشدني، ودائما التدوير اللي حيكون حول النقطة O اللي هي نقطة تقاطع المحور مع القرص، نقطة التعليق يعني فينا. نعم نعم. طيب جدول الشهيق والزفير كمان خالد نعمان عم يسأل الصفحة 159، هل هو حفظ ولا فهم؟ هاي يمكن في نسبة الغازات، حسب تمام نسبة الغازات. لا هذا يعتبر جدول هام جدا، يعني ممكن مثلا يأتي سؤال عدد مكونات الهواء، ممكن يجي مقارنة بين نسب الغازات في كل من عمليتي الشهيق والزفير. بعدين في عندي تعاليل أسفل الجدول، طبعا تعاليل هامة وجايين منا بدورات قبل، يعني مثلا أنه فينا نقول نحن ليش نسبة غاز الأزوت ثابتة هي بالشهيق نفسها بالزفير، لنقول نحن جواب بأنه غاز الأزوت ما بيشارك بعملية التنفس. والغازات الأخرى أيضا في إلى تعاليل أنه ليش هذا الغاز تزداد نسبته بهواء الزفير مثل غاز CO2، أو هذا الغاز تنخفض نسبته في هواء الزفير. تعاليل هامة والنسب مطالب الطالب بحفظها. طيب في عنا من أسمهان إبراهيم سؤال كيمياء صفحة 158، السؤال الثالث المعادلة الثانية 158، سؤال الثالث المعادلة رقم 2 أستاذ حسام. المعادلة الثانية ألمنيوم زائد حمض الكلور الماء، كلوريد الألمنيوم زائد الهيدروجين. مطلوب كتابة بالمعادلة الأيونية فقط، المركبات المحاليل يعني إنه أنا فيني أيونون. الألمنيوم لا يؤين والهيدروجين كغاز كمان لا يؤين. لح أين حمض كلور الماء وكلوريد الألمنيوم. نعم. بالنسبة لعملية التأيون لحمض كلور الماء بدي الرقم 6 لتكون للهيدروجين والكلور، بدي انتبه على الشغلة. نفس الشيء الاثنين مثل كأنه بالضرب عملية توزيع الأقواس. تماما. بعدين لح أختصر الكلور مع الكلور، 6 كلور مع 6 كلور وبتطلع المختزلة. تماما. بنرجع لخليل عطايا أنه ممكن شرح ورقة عمل صفحة 136 الخاصة بالقلب اليميني. أنسي هديل هلا بالورقه عمل الصفحه 136، اول شيء لازم نحن نعرف شو يعني القلب اليميني. القلب اليميني هي عباره عن حاله طبيه نادره يكون فيها القلب اقرب الى الجهه اليمنى من الجسم. نعم. طبعا هو يعد من العيوب الخلقيه عند الاطفال باول ولادتهم. طبعا مطلوب مني انا اعرف انه هذا الشخص يا ترى بيكون مثلا بس يكبر انه طبيعي، مثلا بيمارس اعماله مثل رفقاته، ممكن مثلا من حيث الركض، من حيث
يعني الاشغال. طبعا هون بنلاحظ نحن بانه هذول الاشخاص بدهم مراقبه، بدهم طبعا مراعاه اهم شيء صحتهم، ويكون في عندنا اجراءات وقائيه لحتى نحن نخليهم مستمرين بحياتهم بدون اي مشاكل. نعم. بس بشكل عام هي الحاله كمضاعفات بتؤدي الى تغيير اماكن كونه القلب، طبعا احنا بنعرف بانه بيسكن جوف الصدر بين الرئتين وبيميل اكثر الى الجهه اليسرى، ولكن هون القلب بهي الحاله عند هذول الاشخاص عم يميل الى الجهه اليمنى من الجسم، فبنلاحظ نحن انه ممكن يتغير اماكن الكبد والطحال والاعضاء الاخرى الى الجهه المقابله للموقع الاصلي. بس حتى الان لها اسباب مانا معروفه، وبنلاحظ نحن بانه القلب طبعا بيعمل بشكل طبيعي، بس هذا الشخص بالذات بده اجراءات وقائيه وبدنا نراعي صحته. طيب وردة الشام معصبة ردوا علينا ثالثا صفحة 190، منشوف شو السؤال. ثالثا صفحة 190 علوم، تمام نتمنى تكون ثالثا في عندي اختيار الإجابة الصحيحة. طبعا هون بالنسبة لعدد صبغيات بالخلية الجسمية وعدد صبغيات بالخلية الجنسية، طبعا السنة الماضية إجا سؤال منهم، السؤال اللي إجا إذا كان عدد الصبغيات في خلايا الحصان الجسمية إف صبغي يعني مجهول نحن ما بنعرفه مطلوب حسابه، كان عندي عدد صبغيات في الأعراس الذكرية 32 صبغي، طبعا هون عطاني عدد الصبغيات في الأعراس الذكرية، يعني هون خلية جنسية، وأنا بعرف بأنه عدد الصبغيات بالخلية الجنسية بيساوي نصف عدد الصبغيات في الخلية الجسمية، طبعا وبالتالي رح يكون عدد صبغيات بخلايا الحصان 64، لأنه 32 هي نصف الـ 64. بالنسبة نعم. للجملة الثانية عم تقلي إذا كان الخلية الكبدية لحيوان ما، طبعا هون بالعكس صارت المعطيات، الخلية الكبدية طبعا هي خلية جسمية تحتوي 40 صبغي، وما هو عدد صبغيات في البويضة اللي هي العروس الأنثوية، طبعا ذكرنا بأنه عدد صبغيات بالعروس الأنثوية بيساوي نصف عدد صبغيات بالخلية الجسمية، وبالتالي رح يكون الجواب 20 اللي هي نص الأربعين. طيب خلود عباسي، إنه شو هي القوانين المطلوبة بدرس الأمواج؟ قوانين مطلوبة فينا نحن نعمل مراجعة سريعة مثلا، قانون السرعة أو نذكر فيها مثلا، قانون طول الموجة وقانون السرعة تبع صف السابع يعني دول. السرعة تساوي المسافة على الزمن، والقانون طول الموجة اللمدة تساوي في على F. سيد الأمراء، ممكن تجي المسألة بالفيزياء من الوحدة الأخيرة أو أي وحدة معطياتها ليست بنصية إنما بشكل صور مثلا؟ مسألة تبع الوحدة الأخيرة تبع الأمواج، الوحدة الأخيرة شو هي؟ هلا يعني يمكن مسألة كلية تعتمد على صورة، أكيد لا، ممكن طلب أو اختر إجابة، إيه ممكن اختر إجابة بالاهتزازات والأمواج يعني، أو طلب من مسألة. تماما. بناخذ آخر تعليق وبعدين نختم بالنصائح. بالنسبة لي تعد أسعد مصلي عم بقول تعد كثرة التلافيف في قشرة المخ إنه مو صحيح تزيد من مساحة سطح المخ ولا في إلى وظيفة تانية، بس شو بده يكتب إذا أجت تعليل يعني هي كسرة التلافيف في المخ؟ طبعا بنلاحظ إحنا بأنه جواب أنه بينتج عنا زيادة مساحة سطح المخ، طبعا هي دليل التفكير والذكاء عند الشخص. تمام. لأنه بيكونوا هدول الأشخاص أكثر قدرة على التفكير والذكاء. تماما. وآخر تعليق قبل عذر من مخرجنا أنه لو سمحتوا، أو درس توازن جسم صلب احتمال يجي لأنه ما في قوانين، من خالد نعمان عم يسأل السؤال. هلأ هو بيتعلق درس توازن الجسم الصلب بالدرس اللي قبله اللي هو عزم القوة وعزم المزدوجة، فهو قانونه الأساسي بيعتمد على قانون العزم اللي هو جما يساوي دي بي اف، وعلى شروط توازن الجسم الصلب اللي هو شرط التوازن الانسحابي والدوراني. أما إذا قصده أنه هو في قانون جديد بهذا الدرس، لا، هو اعتماده مرتبط على الدرسين السابقين لإله، فأي ممكن أنه يرد الطلب. تماما. طيب برجع بقول انه انا ما عاد بدي اخذ تعليقات لانه الوقت ما عاد يسمح لنا، ولكن بعد عم تجي تعليقات بس لوضح اكثر الشيء. الطلاب شو عم يسالوا؟ مساله السطرين، دولاب بارلو، الرسمات مطلوبه غير مطلوبه، شو هو الشغلات المهمه بالكتاب، وهي الاسئله النمطيه التقليديه. فلحنا برجع بنوه لصف التاسع اللي لحنا ما لحقنا نجاوبه اليوم بالتعليقات، غدا ان شاء الله بحيكون في عنا جلسه امتحانيه من الساعة 12 وبعد، يعني بين 12 و3 رح يكون في عنا جلسة امتحانية للتاسع، كمان مادة علوم عامة. بناخذ هلأ نصائح أخيرة، نبدأ من عندك أستاذ حسام.
شو بتتوجه بنصائح للطلاب ليكونوا هن على قدم وساق بكامل الاستعداد للامتحانات؟ أهم شيء الثقة بالنفس، المراجعة وتنظيم الأفكار. خلال عملية الدراسة أنا لازم أكون منظم أفكاري، منظم أسلوب دراستي. أنا عندي قسم نظري قسم عملي، أحفظ هدون، حل تمارين على هدون، وتكون ثقة للطلاب، لأنه في كتير طلاب شاطرين بس بيضل عندهم حالة الخوف لأنه بركي أنا معي خطأ. تماما طمع. هذا التردد اللي عم وفقدان الثقة أحيانا بيشكك بمصداقية جوابهم. وإن شاء الله موفقين جميع الطلاب إن شاء الله. عنسي أماني، هل بدي منك نصائح للأهل بهالفترة هاي؟ يمكن يكون نواجه نوع من الأهالي متوترين أكثر من الأبناء والطلاب، عم يدرسوا معهم تماما وعم يبعدوا معهم وبيجوعوا معهم وبيأكلوا معهم وبيفرضوا أحلامهم أحيانا وطموحاتهم على الطالب نفسه. هلأ بالنهاية القصة بتعتمد على التعب والدراسة والمشوار الطويل خلال السنة، مو خلال 10 أيام ولا خلال شهر. هاي القصة اللي المفروض هنا يكونوا عم بيفكروا فيها. الشيء الثاني، ما نربط قدرات أولادنا بقدرات نحن شايفينها على أولاد تانين، ابن رفيقتي، بنت رفيقتي، ما بعرف شو هذا أو هاي المواضيع بتعمل يعني مشاعر محبطة للي بده يقدم. تمام. هلأ إذا أنت شايفة أنه ابنك عمل اللي عليه ودرس وقدم المجهود المطلوب بالنسبة لإلك على القليلة كأم، فهذا يكفي. وبالنهاية المعلومات الموجودة وهي الدراسة ما راح تضيع. نعم. فهو أهم شيء تنظيم الأفكار وترتيبها، وبالعكس هن يريحون لأولادهم يعني. تماما. وحتى أنا بقول لهم يعني آخر يوم أنه تخلصوا دراسة عبكير ومراجعة وما تضلوا أنه تبعتوا له الليل ونفيق ونراجع الطريق، يعني هاي الموضوع كله خلص خلصوه، ناموا مرتاحين وفيقوا بتوقيت صح وياخذوا وقتهم منيحنا ورايحين على المركز، خصيصا تمام. أول يوم، وأهم شيء أول يوم، لأنه إذا رجعوا أول يوم مبسوطين ومرتاحين من المادة، مادتنا بعدها تماما فبدهم يرجعوا يركزوا لمادتنا نحن يعني بالنهاية. طيب أنسي، هذه النصائح الأخيرة فيما يتعلق بالتخلص من التوتر يلي هو عم ياخذنا للنسيان، كيف انا اليوم ممكن كطالب او كأهل خليني اقول لاحظت عوارض ومؤشرات توتر عند الطالب اللي عم يدرس، كيف ممكن نساعده؟ هلا اهم شيء نحن لازم نزيد له ثقته بنفسه، نحاول قدر الامكان انه نبعده عن هي المصادر، يعني شو هو الشيء اللي عم يخليه انه هو يتوتر او يخاف، نحاول دائما نبعده عن هي المصادر. اهم شيء انا بالنسبه للطلاب الاعزاء بحاول دائما اوصيهم انه دائما يتناقشوا مع زملائهم مع مدرسينهم، مثلا مثل الطالب اللي حكى انه عن الدرس، طبعا هون لازم يتواصل مع زملائه او مع مدرس الصف نفسه ويحاول انه يختار الإجابات. بحاول ركز على الأسئلة اللي بنهاية كل درس، وبتمنى من طلاب الأعزاء دائما يركزوا عليها لأسئلة الدروس ويحلوا أسئلة الوحدة أيضا إن شاء الله. متمنى التوفيق والنجاح للجميع. بدي أشكركم جزيل الشكر للأستاذة هديل سعود، حضرتك مدرسة علوم من تربية دمشق. شكرا للأستاذة أماني الحلاق، مدرسة فيزياء كيمياء أيضا تربية دمشق. الشكر لك الأستاذ حسام محمود، أيضا مدرس فيزياء وكيمياء من تربية دمشق. شكرا. طبعا بشكركم مرة تانية على كل المعلومات اللي قدمتوها. نلتقي في الغد مشاهدينا بالفترة الأولى، في عنا ندوة إن شاء الله للديانة المسيحية والإسلامية، وبعدها يعقبها لمادة العلوم والفيزياء والكيمياء. نلتقي إذن في الغد، تمنياتي بالتوفيق والنجاح للجميع وإلى اللقاء.